صح لسانك صح لسانك صح ابدانكم جميع ما شاء الله تبارك الله. هذا البدع والشقر ها يا سلام صراحه انا ما ادري انت زي ابو فهد انا اطرب اذا سمعت هذا الفنون الجميله ويا ليتك تعطينا نبذه عنها يا ابو طبعا حاتم. شعر العرض الجنوبيه هو شعر قديم وموجود يعني من مئات السنين يا سلام وهو يعتمد ما يسمى في اللغه العربيه الجناس الكلمة الأخيرة في شطر البيت الأول لما إذا قالها الشاعر الأول الشاعر الثاني يرد على نفس الكلمة بمعنى آخر يعني زي القصيدة اللي قبل شوي قلنا دين الإسلام والدولة السعودية الكلمة الأخيرة كانت إيش سعودية اللي هي المملكة العربية السعودية حفظها الله وعزها والشاعر الآخر وش قال قال يلا تكتب لي أيام من السعودية اللي هي من السعادة ومن الفرح ومن السرور يعني مثلا لو جبنا الاسم الجميل اللي هو اسم أخونا بدر عرفت أتغنى بقصيدة وأقول جمال البدر عرفت أنا أتكلم عن جمال البدر أي بدر أتكلم هل هو مذيعنا أم القمر عرفت فهي الآن كلنا اثنين إيه ما يحتاج فهي اثنين في واحد عرفت فهذا هو شعر العرض الجنوبية يقول الشاعر العربي يقول طرقت الباب حتى كلمتني يعني حتى تعب متني طرقت الباب حتى كلمتني فلما كلمتني كلمتني عجيب هذا هو شعر الشقر والجناس واللي البيت الثاني اللي يقول تفضل لا تنكروا بطل الكريم من الغنى يا سلام فالسيل حرب للمكان العالي الله أكبر وماذا قال آخر ايه تفضل لا أسمع منك أنا يكفينا المرة دي هذه بعد يجي ما ودي أدخل في خصوصياتك الله يطول عمرك اختصاصاتك ما شاء الله وش حاب تعلمنا اليوم عن ابدا اولا خلينا نقول المقدمه الازليه اللي ما اللي كل حلقه لازم نبدا فيها الا وهي اللي هو الشعر ومشاكله جميل نبذه بسيطه موجزه لانه يعني ما شاء الله تبارك الله قناه الواقع كل مدى يعني تزود شريحتها كل حلقه نطلع به يقولون تونا نشوفك في الفداء نعم يا ليت تفيدنا ويا ليت تزيدنا جميل عموما احنا قلنا اولا تحذير الخواتي الفاضلات عدم سحب اللون سحب الحين تروح تصبغ شعره هم من بعد مدة تدفع فلوس طبعا صبغ الشعر هم من بعد مدة تروح تسحب اللون سحب اللون من الشعر يدمر الشعر لقدام 15 سنة كمن يسحب الدم من الجسم يصفيه من الجسم عجيب نعم هم من عاد تبدأ مشاكله تبدأ مشاكل الشعر حتى أنه يكسب الغير وصلت إلى الأطفال الآن يصبغونهم يصبغون الأطفال ويصبغونكم شيء شوف هذه يا جماعة أولا يا ليت المخرج الحبيب يا سلام هذه الشعرة سبحان الله عظيم تركيبته جميل كأنه كنافة لو جينا هنا وإلى هذا اللي هو معليش ترى شوف شجرة أبو عبد العزيز اللي هو هذه فرة الطبقة الخارجية يا سلام هم من يجي فيها طبقة شفافة سبحان الله العظيم تحته جميل هم من يجي هنا اللحاء اللي كأنه حطب ورطة جميل وبالوسط أنبوب سبحان الله العظيم الأنبوب ذا هو اللي يتغذى منه هذه الشعرة يا جماعة هذه الشعرة اللي نتعامل معها شوفها البنية ذي عندنا هذا الشعر الأنواع أصناف الشعر اللي هو عالي المسامات جميل. متوسط المسامات ومنخفض المسامات عالي المسامات يستجيب سريعا لأي مستحضر ومتوسط المسامات يحتاج بعد وقت قصير أو يحتاج وقت منخفض المسامات هو الشعر العنيد اللي ما يستجيب أبد يحتاج إلى عناية بس لا استجاب احتفظ في اللي هي الفوائد عندنا اللي هي تأثير الصبغة أنا جبت لكم بس نموذجين هذا من الصبغة حساسية هيله اللي يستخدم أنت اللي تستخدم لا أنت ما تصبغ أبو عبد العزيز لا 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 أنا ما أصبغ إيه أنت صغير حنة إيه تحني هذه الصبغة هذا تأثير والله ما أدري أنا أسألك أنا الحنة الهندي يسمونه حنة ما في حنة يصبغ أسود كله مسمى لكن ما عندي إلا الصبغة اللي تاخذ ما لا تقول وتحرق الجلد ما فيه بسوق مطروح اللي يصبغ على طول هذا كله صبغة كيميائية
عندك الحنة يسوي برتقالي؟ إيه. ولا أنه مع التكرار طبعاً الحنة اللي عندنا مع كررته كم مرة بإذن الله تعالى يعطيك لون قريب إلى البني الغامق. صدق. ما في شيء يسود. جميل. لذلك أي حنة مطروح بالسوق أنه يسود مضاف له ألوان وكلها كيميائية. لذا نحذر يا جماعة. هذه تأثير الصبغة اللي فوق. تأثير كل الثنتين. اللي فوق وش ذي تقول شنها عمية. إيه العيون تأثر على العيون حسية بالعيون من الصبغة. عجيب. لا وما خافي أعظم لو ما أسعفنا الوقت ولا كان أجيب لك نماذج كثيرة جدا من البلاوي اللي صايرة. يعني يا جماعة الخير حنا ما نحارب يعني أو نقطع رزق أهل المشاغل، ولكن نسمع توجيهات أبو فهد خبرته 30 سنة أو أكثر في هذا المجال، فأنا ليش أدمر وليش أنا أحتاج بعدين إلى علاج وإلى زيارة أخصائي لما أجي أسحب اللون، أسحب اللون من الشعر؟ يعني أنا أقتل الشعر وأقتل جمال البنت وأقتل جمال المرأة وأرجع يقول 15 سنة قدام من تم مبالغ قدام ضرب؟ لا قدام ضرب، عندي حالات لهم 20 سنة المساكين. يعني بعد ما سحبت اللون صلعت ندمر شعره يا رجل. اي والله انا ما جبت شيء من عندي، انا اشوف ادخل للنت وشوف البلاوي اللي صايره، والحريم مع الاسف انها تسمع وتعرف الشيء هذا بس تقدم عليه مع الخيل يا شقرا. يقولون الان في عندنا اللي هي المقوله ودائما انا احذر منها، اغديه يقولون مجربين ويمدحون، وكل هذه ترى يا جماعه مدمره، لما هو باللي لا نجحت مع فلانه تنجح معك، لذا نحذر. وعندنا قلنا الصبغة هم يجي بعدها الفرد برضه من أكبر مدمر. وأنا الآن ما أنا بتكلم عن كبار السن، أنا أحذر الأطفال ارحموا أطفالكم يا جماعة. الطفل تراه من الولادة إلى سن 20 لا يحتاج إلا زيت فقط، زيت طبيعي. ابعدوا عنه الصبغات، ابعدوا عنه الفرد، ابعدوا عنه مهما تألم المسكين يكون شعره فيه ملاحظات، يا يكون مجعد يا خشن يا كيرلي يا أفريقي، معليش تحملوا إزعاجه ولا يتحمل المسكين هو دمار شعره إلى طول العمر. وعندنا الآن الشعر أصناف، قلنا الشعر اللي هو شعر الطفولة من الولادة إلى سن 20 هذا يسمى شعر الطفولة، ومن 20 إلى 30 اللي هو سن الرزانة يسمى الشعر النهائي، خلاص أخذ حده. طبعاً تبدأ العناية فيها الكيميائية وتبدأ تقلب الهرمونات ويصير الحمل وموانع الحمل البلاوي وكله تنعكس عليه. بعد 30 هذا يسمى الشعر القرمي. بعد 30 سبحان الله العظيم قاعدة ربانية، مهما كان قوة الشعر يفقد 3% من جودته سنوياً. لذا يا جماعة ارفقوا على أنفسكم، خلوا نرجع إلى الطيبين اللي هو أساليب أجدادنا زمان، ما كان عندهم أمراض ولا كان عندنا. الآن أغلب النساء عندها تكيس مبايض، سبب تكيس المبايض غالبا طبعا من الأسباب، في أسباب كثيرة لكن منها المستحضرات التجميل الكيميائية والتركيز عليها المميت. لذا اهدأوا يا جماعة شوي وسووا هدنة معا. نجي العناية بالشعر، تعطي مجال أبو عبد العزيز ولا؟ اي نعم تفضل. العناية بالشعر اللي هي عند النوم، بعض الأخوات اللي جت عند النوم يا تكون تنام وشعره مبلول، يا في زيت يا في حنة، غلط. ما ننام فيه أي منتج، نخليه ننام وهو ناشف ويكون، ولا نربطه اللي يسوونها الكعكة ذي ويحطون فيها شباصة ولا ربطة مطاطية، لا المفروض نفله نسدله، وإذا كنا نلمه بس ونربطه ربطة خفيفة. شوفوا الآن الآسيويين أغلبهم يمكن اللي لو سافرنا برا نشوفهم يمكن الله أعلم 1% أو 2% اللي تربط شعره أو تحط تسريحه، لكن كله مسدول. هذه سرة قوة، ولا عندهم مشاكل في أطراف الشعر. عندنا الحين مشاكل أطراف الشعر، يقص الشعر نعتني فيه ما فيه، النتيجة واحدة. لذلك فيه عدة عوامل وأسباب ممكن نوجزها بثلاثة أسباب. أولا السبب الأول إذا يعني اعتنينا بالشعر وغسلناه بالشامبو أو بأي أو بلسم أو أي مادة كيميائية، لازم نشطف أطراف الشعر لأنه يتسرب ويبقى بأطراف الشعر، هذه لازم ننظفه ولا أنه يقعد يأكل فيها ويتعبه. ثانيا عند العناية بالشعر ننسى دائما والغسيل ننسى اللي هو خلف الرقبة الشعر، هذا لازم نعتني فيه. الثالث واللي ممكن هو اللي يدمره اللي هي اللفات، نلف الشعر
ونربطه مثل ما قلت لكم قبل شوي بشباصة ولا بربطة. هذه كلها طبعا عند النوم ولا والواحد قاعد في البيت أو طالع. لذلك لازم يا جماعة ندلل الشعر حتى ما نندم. في الآن عندنا كبارات سن الله يحسن لنا الختام ما زال شعره ما شاء الله تبارك الله ينافس البنوتات، لأنه يعني ما تدخلت المادة الكيميائية فيه، يبعد عنه تلاقي دائما تستعمل يا إذا كانوا من يعني من أطراف البادية من الأطراف المدن ولا من الفلاحين ولا يستخدمون الزبدة أو السمن أو الشحم الحيوانات الودت والحنة والسر الودت. بس الودت. ما يكون لها رائحة كريهة يا أبو، مؤقتة رائحته. طيب أبو فهد سام، أنا اليوم ودي يعني ما أنك تزورنا من فترة فترة، ودي اليوم بعلاج المشاكل اللي الآن موجودة وانت تراها وتجيك دائما على التيك توك ودائما تجيك على برامج التواصل الاجتماعي، ودنا بعلاج للمشاكل. أولا ما نقول علاج، عناية. طيب قبل العناية أنت اليوم قلت لي خبر حلو في جوائز، وش ودك؟ طبعا على سنابي ياليت يحطون الشباب سناب وش السؤال وش الجوائز وكم الجوائز. هذا شيء عندك أنت. السؤال كم عمر أبو عبد العزيز؟ ما في شيء تساقط الشعر عندنا سم. تساقط الشعر أبشر بعزه كل شيء موجود تبي إن شاء الله كل شيء موجود. السؤال طال عمرك متى دشينت قناة البداية بقناة الواقع يا سلام. أنت بتوع أنا السؤال ذا الحين يبي له دور إجابة له. طبعا نجيب سؤال من عندك ما في مشكلة. الهدف طال عمرك إن نسعد متابعين طيب صليت على محمد. اللهم صلي على محمد. والجوائز الجوائز عندنا طال عمرك 20 جائزة. جميل. سدر وحنة. البوكسات ما بق بوكسات. البوكسات في شح عندنا هاليومين حقيقة. عجيب. طيب شو اسمه اللي هو الجوفارد. الجوفارد. وعشر جوفارد. يعني 20 10 سدر 10 حنة 10 جوفارد. جوفارد. اللي هو هذا وزيت جوفارد. الجوفارد قيمته 260 ريال. يا سلام. شوف أبوريك من بعض نتائج استخدام زيت جوفارد الذهبي الحمد لله والشكر. التوصيل عليه كله على لا التوصيل عليهم والتسليم ترى إلى شهر لا يضيق صدورهم. ها بعضهم يلح يقول لا أنتم ما أدري. طيب حلو عشان نبدأ مع المشاهد الكريم لأن في آخر الحلقة إن شاء الله راح نسحب من عبر سنابي. يليت الكنترول يحط سنابي. بنحط صورة أبو فهد وعلقوا على صورة أبو فهد بذكر الله سبحانه وتعالى وراح نسحب على صورة أبو فهد طال عمركم السلامة أية من ذكر الله سبحانه وتعالى. ولا بد من تواجد هذه الأشياء: الاسم، رقم التليفون، المنطقة. الاسم، رقم التليفون، المنطقة، كذا ولا لا؟ والتوصيل تراه عليكم 40 ريال أو 30 ريال عليكم اللي بيجيكم أقل شيء 120 ريال من الجوائز. عندنا بنسحب على أول 10 على الجوفارد، ثاني 10 على الحنة، ثالث 10 على السدر. والحنة بوريهم اللي يشوفون الحنة عالي الجودة والسدر برضو عالي الجودة. عالي الجودة. طيب لحظة يا شباب، لحظة يا مشاهدنا الكريم، لحظة يا خواتي الكريمات. قلنا صورة أبو فهد أو أي صورة في سنابي علق عليها بذكر الله سبحانه وتعالى ثم أو حديث عن الصدقة ثم سجل الثلاثة أشياء. ترى بعض الأحيان أقوم أنبه أقول اسمك ذا ماني يعني بيكون العدد كبير، فاللي ما راح ألقى اسمه ولا راح ألقى رقم تليفونه ولا عنوانه أبطمر للي بعده عشان نستغل الوقت. 30 واحد ترى ما هو في وقت بسيط راح نسحبه، بياخذ منا أقل شيء أقل شيء أقل شيء ثلث ساعة عشان نسحب ونسجل نسحب ونسجل معي. وأنت صلت يا أبو عبد العزيز تقول صورك يوم إني صرت خارج التغطية اليوم. لا أنا مو طبيعي اليوم. نحط 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 لك زين بكل الأحوال. نحط لك فلتر يا أبو فهد. سلمت. اشرح اشرح ما عليك. ألقطك لقطة حلوة الحين. لا يا رجال بغيت ألقطن مع البرسيم عادي. وش حنا ابو فهد سم
خلاص أسلم. طيب كنا نتكلم حنا طال عمرك عن الشعر ومشاكل الشعر. يا سلام. طبعا الخطأ أن البيت الواحد يصير فيه مشط واحد محطوط على المغسلة وعلى التسريحة وكل من جاي يسرح فيه، لا، المفروض أن كل وحدة له مشط أو كل شخص له مشط، وبعد ما يخلص منه يعقمه لأنه بكتيريا تنتقل من هنا وهنا. اثنين اللي عندهم اللي مهتمين بتربية القطط، فيه بكتيريا تسمى بكتيريا السعفة، هذه تصيب القطط وتسبب للقطة تساقط شعر وينتقل من الإنسان، من القطة إلى الإنسان، بالتلامس أو بالتعامل أو باحتكاكه بالأثاث. عندنا اللي هو عدم حك فرو، هذه انت سالتنا ابو عبد العزيز تو تقول لي المشاكل اللي تجي، هذا اللي تجين دائما نبغى علاج المشكله في عنايه بالمشكله وليس علاج. صح. دائما عندهم تقرحات فروه الراس، في من تحك فروه راسه بسنون المشط. جميل. هذا غلط، وخاصه اذا كان حديد لان فيه امشاط صعبه جدا كانه فرشه صنفره. اللي هو عدم تسريح الشعر اثناء تحت الدش، ولا اذا كان مبلول ولا اذا كان مزيت، عموما لما يكون رطب. الاستشوار من اكبر مدمر للشعر، يعني تخيل الوحده، كل وحده اللي جت تروح للعمل ولا المدرسه تستشور شعره. طيب ما في بدائل يعني سريعه؟ يعني انت أنا طلباتك معجزه، انا احس فيها تعجيز. اي معجزه صحيح هذا اللي، لكن انا 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 اعرض وش المشكله. جميل. هذا ما هو صاحب القرار اللي يسمع، تبي تاخذه ولا تبي تترك؟ انا ما انا بمسك واقول له لا تستخدم ولا انا انا اوضح له وابين له رساله ان هذا يضر. يا سلام. لكن في عندي انا بعض الحلول الان موجوده والحمد لله والشكر جابت نتائج قويه جدا، نبي نشوفها الان على الطبيعه بقى. يا سلام يا سلام. قلنا اللي هو الاستشوار انا ابي اي وحده تجيب صدر دجاجه وتحطه جنبه طازج، ولما تستشور شعره تستشوره نفس المده اللي استشورت الشعر، تعالي بعد 5 أيام شرط تاكلينها من الحراره العاليه. جميل. كذلك السيراميك انا لمني سافرت برا واشتهيت المقلقل، ما عندي امكانيات بالفندق ولا ذا، اجيب لي اقطع لي لحامه قطع صغيره وببدا بالسيراميك شويه، هالي سرحبه المملس حق الشعر. اظني شويت انا مره جديده ما شاء الله تبارك. اي جدا جدا هذا مدمر للشعر، وخاصه الصغارين الان عندهم مشاكل. طبعا يعطيك شعر سايل وشعر منسدل وناعم، لكنه عندنا المشط البلاستيك هو اللي غالبا يقصف الشعر، وخاصه الشعر الناعم. دائما الحين الواحد لما معلش الشعر وش دراه اني مشطه ببلاستيك ولا بخشب؟ ايوه، لان لو شفت تسريح الشعر قبل شوي انها تحس انت عسف الشعره، هذه بس شعره، هذه سبحان الله العظيم سبحان الخالق كيان كامل، مملكه. اي مملكه. مش ترى يا جماعه انا ترى ابو عبد العزيز انا مركز يمكن تلاحظ. جميل. 400 سكري. طيب بروح وشوي ورجع. خلا اكمل بس. طيب. المشط هم تفضل. يا سلام. للشاعر لاني اخذت انا الوقت. المشط البلاستيك يحدث كهرباء استاتيكيه، اللي لم قمت الحين ثوبك بدا يزدح. الله الله. نفس الشيء اللي هي الكهرباء الساكنه، هم ينتفش الشعر. جميل. خاصه الناعم ويتقصف. المفروض نستخدم مشط خشب واسع الاسنان. يا سلام. يلا اعطيك فرصه. بيض الله وجهك. جزاك الله خير. تكفى عطيك. مرحبا بشاعرنا ومنشدنا دكتور يحيى الاسمري. فيه قصيده ودنا تشاركنا فيها نصيحه للشباب، خاصه يعني الشباب والضغوط او التأثير الخارجي، وكيف يكون عندنا الولاء لدولتنا ولوطننا ومحبة له، وكيف ما نتأثر من المغرضين والذين يحاربون بلادنا. أولا اللهم لك الحمد والشكر على نعمة الوطن. اللهم لك. ونعمة الأمن والأمان، ومن يستشعر هذه النعمة
يقف عاجزا عن الشكر ويحتاج إلى تأمل وإلى وقفة. يا سلام. الأوطان من حولنا تتبعثر وتضيع و يفعل بها المغرضون والأعداء ما يشاؤون، وبفضل من الله سبحانه وتعالى وبتوفيق يعني أننا نعيش تحت إمرة قيادة رشيدة وولاة أمر صالحين يحافظون على هذا الكيان وهذا الوطن وعلى هذا الدين وعلى هذا التشريع الإسلامي الذي من به الله سبحانه وتعالى علينا. حقيقة يعني من يتبصر في الأحداث ويراقب الناس من حولنا يجد العجب العجاب. جميل. ما الدول التي العربية التي سقطت أو أصبحت فيها فوضى يعني لا خلاقة وليست خلاقة، أصبحت ضحية للفقر والتشرد والضياع ونهب الممتلكات. فلذلك يعني أنا عندي وصية لنفسي أولا وللمجتمع وللشباب خاصة، لأن الشباب هم عماد الأمة وهم يمثلون النسبة الأكبر في لبنة هذا المجتمع. الحصول على رغبات الشخص أو ما يعني يسمو إليه أو يلقى إليه ليس بالمظاهرات وليس بالتعصب ولا بالشعارات، وإنما هو بالولاء والطاعة والمضي تحت إمرة الحاكم. أنا عندي قصيدة أوجهها لجميع الشباب ومطلعها يا بني، قصيدة عرضة. يا سلام. يعني تحذر من الفتن والمشاكل والإرهاب، ونحن يعني في المملكة العربية السعودية يعني تجرعنا مر هذه المشاكل وهذا الإرهاب، ولكن بفضل الله توفيق استطعنا تجاوزها وأصبحنا نصدر للعالم كيفية تجاوز هذه المشكلات. أقول يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا بني الحذر لا تتبع أفكار ناس وملوك، من يحرض على الفتنة فهذا وطننا ما نبيعه، ما حد يقبل التخريب ويشجع الفعل الحرام، ما حد يقبل التخريب ويشجع الفعل الحرام. والله الناب وجهه الشر واهل الردى يا ما بلدنا، عوذ بالله من شر المشاكل وشرعياتها، عوذ بالله من شر المشاكل وشرعياتها. يا لا 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 يا لا 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 لا، عوذ بالله من شر المشاكل وشرعياتها. طبعا القصيدة هذه لها رد واللي هو على الشجر اللي هو الجناس، يقول في الرد يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا لا، يا سلامي على الحكام حكامنا خير الملوك، حلنا يا ولاة الأمر حكامنا عهد وبيعة، يكفي أننا عز الدين خدام للبيت الحرام، يكفي أننا عز الدين خدام للبيت الحرام. الشريعة لنا منهج ودستور يحكم في بلدنا، مستمده من كتاب الله الحق شرعياتها، مستمده من كتاب الله الحق شرعياتها. يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا لا، مستمده من كتاب الله الحق شرعياتها. وسلامتكم. هذا أقل ما نقدم للوطن وهذا
الوطن الجميل اللي نعيش في الكنافة حقيقة. يا صح سلام. بدنك الله يطول عمرك على الجناس الجميل وعلى الترابط وعلى ما شاء الله النسق والإبداع ما شاء الله يا دكتور يحيى. وناخذ من زياد بعض القصائد الذي يحفظها الجميلة. حياك الله يا زياد. الله يبقيك ويسلمك. هذه كم بيت بسيطة. يا سلام. لعبد الهادي بن مضواح يقول: يا الله يا ربي عليك الاتكال، يا الله يا ربي عليك الاتكال، يا عالم النيات وانت درابها، اطلبك في الجنة وفي الرزق الحلال والفزعة اللي ما يقفل بابها، عزيز نفسه عندي اطيب راس مال، مما تتم بعدين كيف ارضابها، لو انها تاجا شماريخ الجبال ان كان فيها ضعف وايش ابغابها، انا رصيدي من مطانيخ الرجال شرواكم طيب. انا رصيدي من مطانيخ الرجال اللي مترهن للضعوف اشنابها، بعض الهقاوي ما تسر ولا تقال، لا كشرت سود الليالي نيابها. وسلامتكم نياب. سلام. زدنا زدنا يا زياد، انت لك من اسمك نصيب دائما. الله يطول عمرك يا زياد، هذا من طيب راسك. يقول هذا شاعر والله ما يحضرني اسمه، يقول: يا رب يا رب خذني من بساط الدالهين الغافلين، يا رب خذني من بساط الدالهين الغافلين، واجعل بنفسي لامش الدرب الخطية تنفره، يا رب خذني من بساط الدالهين الغافلين، واجعل بنفسي لامش الدرب الخطية تنفره، وارزقني القدرة على التقوى وبر الوالدين، أبي من الكره أخيره وأبي من الخير أوفره، واجعل كتابي لا خذيته ما أخذه إلا باليمين، مع أنفس الراضية ومع الجهة المسفرة. يا سلام يا سلام يا سلام، هذه ابتهال ودعاء جميل. الله يجعلنا ممن يأخذ كتابه بيمينه، ويجعلنا ممن يحاسب حسابا يسيرا، وأن يغفر لنا الزلل وأن يتوب علينا. بالأمس كنا في زيارة جمعية تكامل الصحية، وكانت زيارة جدا جميلة وجدا جميلة ومفيدة، واستفدنا وتعرفنا على جمعية تكامل عن قرب. صراحة ما كنت أتوقع هذه الخدمات لما جئنا عندهم، يعني التي تقدمها جمعية تكامل الصحية. نشكر القائمين عليها، نشكر كل العاملين فيها وعلى رأسهم وعلى رأس الهرم الدكتور علي الشمراني. أنا الحروف قامت تلخبط، خايف على أبو فهد. شلونك أبو فهد؟ الحمد لله. ها؟ لا إن شاء الله بديت زين. فكنا في زيارة أمس يا أبو فهد جمعية تكامل الصحية. نعم. وصراحة استفدنا من الجمعية وأخذنا منهم بعض أنشطة الجمعية، فهم مشاركين ما شاء الله، إلى يعني أقرب مشاركة لهم راح يكونون في خدمة الحجاج، وهم مغادرين من الرياض، لهم مقر يستقبلون الحجاج اللي يمرون على الرياض وماشين إلى مكة، تواجدهم في كل مكان ما شاء الله، على مستوى المملكة العربية السعودية على بعض الحالات، وإحنا عندهم أحيلت لهم حالة جاية تشوه خلقي لطفل من اخواننا من اهل سوريا، طفل عمره سنه، وتكفلت فيه جمعيه تكامل الصحيه، وكانت تقريبا تكلفه علاجه فوق المليون، مليون وزياده ما شاء الله. قلت ما شاء الله، يعني حتى الغير السعوديين قال هذه الجمعيه جمعيه انسانيه للسعودي وغير السعودي، كيف يحيا ويعيش هذا الانسان في حياه سعيده وسويه. صراحة من الأنشطة اللي يمكن أذكر شيء وأنسى شيء، ولكن بذكر لي أنا يفتح الله علي فيه. عندهم يا أبو فهد مثلا أنت علاج صرفته وزاد عليك العلاج، علاج وشفاك الله من المرض، عندهم استقبال الأدوية اللي مثلا عندك علاجات، خاصة بعض الناس قد يعني يعاني من مرض السكر وقص أو ضغط وقص ثم من الله شفاه، يعني كثير هذه الحالات تكون. وقال كذلك في بعض الحالات اللي هي قد يكون مريض وشفاه وأخذ الله أمانته، فيقول العلاجات اللي موجودة عند الناس
يرسلونها لنا نحن نستقبلها ونفرزها. طبعا هم لأنهم كلهم دكاترة، الإدارة كلها من الدكاترة، نفرزها وناظر تاريخها ونحفظها في ثلاجة، واللي يجي مستفيد من جمعية تكامل الصحية ولا يستطيع دفع هذا العلاج لأن في بعض الأدوية قد تكون غالية جدا، فيقول نصرفها في بعض الأدوية حقت سرطان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم، حقت الأورام علاجات مصاحبة لأخذ الكيماوي موجودة عندهم. فيعني من الذين عندهم أدوية فائضة إلى المحتاج للعلاج، وكم لك من الأجر والمشاركة في الأجر جمعية تكامل الصحية. غير العلاجات كذلك الأدوات، كان في عربية، كان في سرير، كان فيها أدوات العكازات، هذه يستقبلونها ويوفرونها لمن يكون محتاج لها في جمعية تكامل. صراحة جهود جبارة، يعني فواتير عظيمة وشغالين في تغطيتها، هدفهم كيف بس يسعد هذا المستفيد من جمعية تكامل. طريقة التقديم كانت جدا سهلة، تدخل على حساباتهم في التواصل الاجتماعي وترفع أوراقك تقريرك، وعندهم لجنتين في البحث، لجنة طبية ولجنة اجتماعية، بحيث يعرفون هل هذا الإنسان الطبية هو سهلة بالتقارير، بعدها لجنة البحث الاجتماعية يشوفون المستوى المعيشي وعدم هل يستطيع أن يقوم بسداد فواتير أو لا يستطيع، وبعدها يعني في وقت بسيط، لأن يقول يأتينا مريض سرطان، لو جلسنا نبحث يعني لو تأخرنا في البحث، ولا هم يبحثون، لو تأخرنا في البحث تطور المرض، بدل مثلا أو مرض الغرغرينة، بدل مثلا ما تبتر أصبع قد يصل الأمر إلى بتر رجل، أسأل الله أن يشفي المسلمين. يعني أمراض ما يعني تحتاج إلى اتخاذ قرار. نعم. فما شاء الله تبارك الله، كنا أمس في التغطية في السناب، وكذلك صورنا تقرير، ما أدري كنترول وصلكم التقرير حق جمعية تكامل؟ كم عمره الجمعية ذي؟ ها؟ كم عمره؟ اللي هو؟ الجمعية. يمكن وصل في شفت الليل من المصور. إذا وجدتم التقرير إلي تزودونا فيه على الهواء عشان نستمتع ونشاهد ونتعرف على جهود جمعية تكامل الصحية. وصراحة من الأشياء اللي أخذناها من الدكتور، المبنى مستأجر ولا يضر، ولكن تعرف جمعية تساعد في علاج المحتاجين الذين لا يستطيعون أن يعني يسألون الناس، ولا يستطيعون يعني إلا من يعرف هذه الحالة ويتبناها. فتشكر جمعية تكامل لتوفيق الله لهم أنهم أخذوا أعظم شيء واجتهدوا عليه في نشره وتقديمه، وجمعية مصدقة ومصرحة، فهي تعني في أعلى درجات الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في ميزان حسناتهم، وكان من أكبر الأمثلة أمامهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. وكذلك أن العبد يكون يعني في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، وتحت ظل صدقته حتى يقضى بين الخلق. فقدموا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، بادروا قبل أن تغادروا. لعل الدكتور يحيى الأسمري يعطينا تعليق على جمعية تكامل الصحية والأعمال التي تقدمها من يعني رحلة المريض، يدخل المريض عندهم يقدم أوراقه في خلال يومين ثلاثة إلا هو ما شاء الله على الطبيب، وقبول الفاتورة والتسديد الفاتورة وتبني الحالة كاملا حتى ينتهي من العلاج، وبعد قالوا زيارتين للطبيب بعد إكمال العلاج الكامل يزور الطبيب، يعني حاطين برنامج كامل للمريض، وبعدها يكون يعني يقولون الحمد لله اللي علينا سويناه والباقي على الله سبحانه وتعالى. ليت يعلق عليها الدكتور يحيى الأسمري. حقيقة يعني ننعم في هذا البلد برعاية اجتماعية وصحية متكاملة، لا يخفى على الجميع، بدءا من المستشفيات الحكومية والرعاية الصحية في المراكز الصحية في الأحياء، منتشرة في جميع أنحاء المملكة. علاوة على ذلك الجمعيات التي ذكرها أخوي بدر، ومنها هذه الجمعية الطيبة
التي تساهم في علاج المرضى ولها الدور الأكبر والفعال في المتابعة الطبية الجيدة وحلول الكثير من المشاكل عند الأسر ولدى أفراد المجتمع. أصبح الآن العلاج وأصبح العمل ومتابعة على شكل أوسع. نعم. طبعا تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة بتفعيل هالمواقع وهالجمعيات. كل ما عليك هو التوجه إلى الجمعية التي تناسبك وتناسب حالتك الصحية وتقديم أوراقك وإحضار الحالة المرضية اللي هو الهيستوري حتى يتسنى لهم تحديد المشاكل وتشخيصها، ومن ثم يبدأ المريض في رحلة العلاج. أصبح كل مرض موجود الآن له تخصص وله مكان يعتني به. يعني قد بعض الناس يخفى عليهم، ولعلهم من هالقناة ومن هالمنبر الجميل متابعينا الكرام يستطيعون أن يحددون ما هي الأشياء اللي تناسبهم. يعني بعض الأشخاص قد يكون عنده مشكلة نفسية ومشكلة صحية أو الأمراض أمراض الإعاقة. عندنا أمراض الإعاقة 12 مرض، يعني بدءا من التوحد إلى الإعاقة السمعية الإعاقة البصرية. بعض الآباء ما يستطيع ولا يكاد يدرك أن ابنه مثلا مريض بأحد هذه الإعاقات حتى أنه يصبح كبير في السن. لذلك أصبح البحث الآن وأصبح الاكتشاف سهل جدا. يعني أصبح يعني الأخصائيين والمعالجون يفيدون لنا من جميع أنحاء العالم. يعني أنا راح أتكلم، ما راح أتكلم عن الجمعية بالذات لأنه ما عندي عنها خلفية، لكني طلعت على أعمالها. أنا بتكلم عن مرض مثلا عندنا مرض التوحد. مرض التوحد الآن أصبح منتشر، بعض الآباء لا يستطيع اكتشاف المرض في حال مبكرة حتى يتم علاجه، والبعض يذهب إلى دول أخرى يعني أو دول مجاورة أو دول شقيقة العلاج. الآن أصبحت الدولة تدعم وتدفع مبالغ باهظة وطائلة، وأصبح هناك مراكز تدعم التوحد بشكل كبير. ما عليك ولي الأمر أو الأب أو الأخ أو يعني كل مسؤول عن طفل أو عن مريض إلا أنه يبحث عن هذه المراكز ويتواصل مع المسؤولين حتى يتسنى لهم تشخيص الحالة وتقديم العلاج المناسب. يا سلام يا سلام عليك، بيض الله وجهك يا دكتور يحيى على التفصيل. وهم يعني عطونا إيش الحالات اللي يهتمون فيها أو يعني لا يعني يتوانون في الانتظار فيها، اللي هو مرضى السرطان، وكذلك تكلموا عن التصلب اللويحي، وكذلك عن الأمراض المزمنة، وكذلك عن اللي فيهم الغرغرينة والفشل الكلوي، يعني الأمراض التي يعني الموجودة اللي عمت اليوم. نعم الموجودة. نعم، أمراض القلب وحالات كثيرة أمس تكلموا عنها ما شاء الله، تأتي ولو من خارج المملكة هم ما شاء الله تبارك الله مبادرين في التفاعل وفي القيام بالواجب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الأجر مشاركتهم في علاج المرضى، ويحظهم كم من مريض دعا لهم وكم من دعوة، ودعوة المريض مستجابة بإذن الله، لأن الله قريب من المريض. لما يأتي في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويناجي المرء ربه سبحانه وتعالى، ويكون الله جل جلاله يخاطب العبد وليس بينه وبين الرب ترجمان، فيقول الرب سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: عبدي مرضت فلم تعدني. فيقول العبد: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: مرض عبدي فلان فلو عدته لوجدتني عنده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشكر سعيهم وأن يجزيهم خير الجزاء. الأرقام موجودة على الحسابات، فشاركونا بالأيادي البيضاء لأهل الأسرة البيضاء. ودنا نأخذ قصيدة دكتور يحيى قبل لا تغادرنا، أن عنده ظرف أخبرني فيه. بنأخذ منك قصيدة وكلمة بسيطة، ومن زياد كذلك قصيدة عن بر الوالدين، ومن عندك عن الوطن. تفضل. والله يعني أجمل ما يتغنى به الشاعر هو الوطن. يا سلام. عندي قصيدة 5 أبيات عن الوطن. جميل. لكن أتمنى أنها تكون معبرة. يقول: حب الوطن والانتماء دين وشريعة واعتقاد، ما هو فرح وقت السعة وإن شحت الدنيا جفا، عقيدة التوحيد ما فيها تبدل واجتهاد،
هذا كلام الله وما نص حديث المصطفى. اللهم بايعين ملوكنا وجيوش لاحن الجهاد، أقل شيء قدمه وأجمل مضامين الوفاء، والشكر لله والثناء من أفضل أعمال العباد، والكفر بالنعمة يعجل بالزوال مؤسفا. الله يعز المملكة نهضة تطور واقتصاد، عاشت بلادي والعلم فوق السحاب رفرفا، عاشت بلادي والعلم فوق السحاب رفرفا. وسلامتكم. بارك الله صح لسانك وعلى شانك دكتور. تفضل. ما طلعت الأرقام لي. ها أبشر أبشر أنهم يرسلون لي يقولون أوريك فيهم مالك هم. أبشر بس على على بس عشان الصدقة دكتور. سمع بناخذ منك أبو فهد. نعم. بناخذ قصيدة بس من زياد. من عندهم بتروحون مع بعض ولا ها عنده مريض بيزوره؟ ما تشوف شر إن شاء الله. مركزة وإحنا ندعو الناس للتبرع لأخواننا المرضى، فكذلك الجانب الإنساني والجانب العاطفي مهتم فيه، وحق وواجب أن نزور من يكون يقرب لنا أو ما يقرب لنا. بعض الناس ترى يعني هذه لعلها يعني تنبيه لها، لو زرت صاحب لك قريب لك في المستشفى، ترى في بعض المرضى ما عندهم أحد ولا لهم قريب، قد يكونون من خارج البلاد، فلو فتحت الستارة عليه وسلمت عليه وسألته ودعيت له، وكذلك لو كنت تعرف أن ترقي ورقيته بكلام الله سبحانه وتعالى، تراها من الأشياء التي تدخل السرور على أخوك المسلم، وأنت ما تبغى بها إلا وجه الله فيها من الإخلاص الشيء العظيم. فبناخذ قصيدة عن بر الوالدين من أخوي زياد. هذه القصيدة عندي تعليق عليهم، تقول أنت بتروح مع أبو حاتم. أسلم. أبو حاتم خالي. ونعم. إيه نعم. والخال والد في كل حال. لا شك. وأبو حاتم أستاذ العلم والمراجل. نعم. دكتور وشاعر. وهذه القصيدة الحمد بن سمحة يقول: أخبر رجل لا شاف خاله كان ما هو له بخال، يقل من قدره ومن بين النشاء ما يحقره، ما يدري انه ثالث للوالدين بكل حال، وان الفتى ينشد بعلمه وخاله واخبره، يعقب رجال ان هنا الخال لو عين مجال، لو عذرتها الناس كيف امها بخوها تعذره. تعذر. سلامتكم. يا سلام. صح لسانك. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله يا زياد، وبيض الله وجهك على الاحترام والتقدير والاعتزاز بالخال، وما شاء الله بيض الله وجهك يا أبو حاتم على مجيئك لنا بزياد واختيارك لزياد، لأن زياد ما شاء الله يعني شباب وعنده الطاقة الجميلة اللي استفدنا منها ما شاء الله تبارك الله. ونقول لك في مجلسنا حياك الله، أنت ويا خالك وأنت من يعز عليك يا زياد، وأنت كذلك يا دكتورنا الغالي. إذا حابين تستأذنون فالرخصة معك. الله يطول عمرك. إذا في خاطرك شيء بتقوله قبل تمشي المايك معك كله. نقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ودنا والله نقدم لكم المزيد، لكن عندنا ظرف وأنت تدري معذورين. ولكن القادم بإذن الله أجمل. بإذن الله. الله يطول عماركم. الله يسعدك. شكرا. ترى عندنا حلقات على المقاولات والمقاولات. نبيك معنا. أبد هذه استضيفوني بالحالي. عرفت مالكم. عجيب. مرة. ما نقول فيها قصيد كلها. مقاولات. سمنت وجبس. اللي تبون كله. ترى يوم الأحد عندي ضيف في المقاولات وسلامتك. طيب شيء جميل بإذن الله. الله يطول عمرك. أبد المقاولات حنا. أي استشارة أو أي عمل يخص المقاولات يخص المباني إذا كان يناسبك الحضور فمما يشرفنا يا دكتور. راح يكون معي أحد ما شاء الله المهتمين بهذا المجال اللي هو الدكتور، الله يجيب اسمه، أنور نايف العكشان بإذن الله. صاحب مؤسسة شقق البنيان للمقاولات العامة، وراح يكون نقاشنا عن البناء وأخطاء البناء وكيف وضع الأساس، وهذا من مود
ومزاج الدكتور يحيى، فالدكتور معنا ما الله يطول عمرك، يجون دكاترة خلاص تصير الحلقة دسمة. احنا عندنا برضو مؤسسة مقاولات، مؤسسة أصل البناء، أصل البناء عرفت، وموجودة في السوق، وعندنا برضو متابعين على السناب عشان. نقدم نصائح بشكل يومي عرفت، ومتابعة لأعمال البناء، والحمد لله يعني الكثير يتابعنا والكثير استفاد منها. يا سلام، فنسأل الله لكم التوفيق، وإذا بتبني بيت ولا شيء يا أبو عبد العزيز وحنا حاضرين. يا سلام يا سلام، والله بقدم لكم حلقة وعطوني بيت مجانا. الله يطول عمرك. بس بدون ثعابين وبدون عرفت. الله يسعدك يا أبو بدر، يطول عمرك، يعطيك العافية. شكرا يا أبو، حياك، شكرا أبو عزيز. تفضل أبو فهد، كنا نتكلم تو عن الصدقة وفي خاطرك كريمة عن الصدقة، عن جمعية تكامل الصحية، تفضل يا أبو فهد. أولاً طلع أرقامي. ها؟ أولاً طلع أرقامي. طيب. مخرجنا الكريم في الكنترول له أنتم، مخرجنا الكريم يا ليت تخرج لنا أو تضع المايكات هناك في الدكتور، دكتور يحيى حطوا المايكات هناك وأنتم مغادرين، ونستودعكم الله واعذرونا لإكمال الحلقة. الله يسعدك. ايوه ها، شوف يا هذا رقم حبيبنا على الواتساب، اللي حاب يستفسر ولا يسأل ولا يقول ولا ها ولا يعني معترض على سوالف ابو فهد، ترى يقبل، ما عندك مشكلة، النقد ويقبل كل شيء، حتى لو فتحت مجال الاتصال الان ما في مشكلة. يا سلام يا سلام، لو في الاتصال بيتصلون الجمهور يسألون عن، وكذلك اللي استخدموا سبق وصلتهم هدايا ابو فهد، صك الباب معك يا عندي سؤال يا استاذ، بيض الله وجهك، وسبق استفادوا من هدايا ابو فهد وجربوا هذا المنتج الجميل، وكذلك ترى منتج ابو فهد ما هو بحي الله ماخذ شهاده من هيئه الغذاء والدواء، ولا لا يا ابو فهد؟ طيب طبعا، وخل بوريك الشهادات برضو جوفاد، ها هذه شهاده الدبلوم، يا سلام، في العنايه من احدى المراكز الامريكيه، ما شاء الله، العنايه في الشعر والبشره، زياده على الخبره 30 سنه، اها، زياده على الشهاده والميداليه الذهبيه للمخترع المتميز من منظمه الوايبو التابعه للامم المتحده. يا سلام، وكلها طبيعيه ما شاء الله تبارك الله، الشكر، وكل الزيوت مدرجه في هيئه الغذاء والدواء. نرجع ابو عبد العزيز، لا تكلمت عن الصدقه قبل شوي قبل نطلع من الجاله. اي نعم، سبحان الله العظيم، اي لو تبي تقدم ان شاء الله ريال، المهم انه لله، لان الله سبحانه وتعالى يربي الصدقات. في قصه، واحد من اخواننا المصريين كان في اخر الشهر ما معه الا 35 ريال فقط، ما ينتظر الراتب، واحتار هل 35 عبي فيها بنزين ولا عيش فيها ولا، المهم بدأ يحاجره. يقول يوم من الأيام يوم جيت عند محطة البنزين ولا شاب مع عامل المحطة، بينهم طلع الكلام بينهم، الشاب يقول ما معي أعطيك بعدين أجيب لك، قال له لا لازم تدفع لي الآن. ومر ينزل المصري قال لهم كم المبلغ، قال يبي 15 ريال أظنه، طلع ال 15 ريال، قال فضل النزاع بس يلا توكل على الله، ما بقى معه إلا من ال 15 إلا 20 ريال، عبى به بنزين ومشى وراحت الدنيا، المهم مشى أموره. يقول قال لي الشاب عطن تليفونك عطن اسمك بحول، قال لا يا رجال روح بس ما بشي، أنا أعتبره يعني فازعه ولوجه الله. المهم ما صار الشاب انه ياخذ تليفونه، اخذ التليفون، تليفون اخونا المصري. يقول بعد سنوات، بعد 7 سنوات بالضبط، جاني اتصال من تليفون رقم غريب كل شوي يتصل علي، يقول ما حبيت ارد، اللي ما اعرفه من ابراد عليه، يقول امرنا الله ما يرد عليه، يوم رديت قال انت فلان، قلت ايه، قال ابيك ضروري، قلت من انت، قال انا فلان، تذكر زمان يوم تعطيني، قعدت تتذكر ذكرت، قلت الله يحييك، قال تجي لي الان ابيك، قلت له
أجيلك يا رجال الموضوع منتي من زمان، وقال لا أبيك الآن تجي لأمي. المهم عطاه العنوان وراح. يقول جيت عند بيت كبير قصر وله سور وضعت، ما أدري من أي الأبواب اللي يودينا اللوكيشن. المهم أني دخلت عليه ومري قابل أنه فتح الله عليه هالشاب ما شاء الله ويبي يرد الجميل. جلس عنده أخونا المصري ذا وقهوة وعشاء وقال عطني قامك. قال له ما يحتاج يا رجل، بس قال عطني بطاقك. قال له أخذ بطاقته ودخل من داخل البيت وطلع، ولو كاتب شيك طبعا المبلغ اللي عطاه 25، الأخ المصري هو اللي بقي معه 15، كاتب له شيك ظرف في شيك ب 250 ألف ريال يا رجل. إي والله قال كل ريال عنه ألف، 250 ألف كل ريال، كم يصير عنه الريال؟ بعشرة. المهم إنه عطاه وعوضه عن 25 ريال 250 ألف. الله أكبر يا رجال ما بين. قال والله أنت أخذهن. قالوا سيارك بعد اللي كل يوم الدفدفه إلى الآن معك، هذه سيارة جديدة تصدق ب 25 ريال قبل 7 سنوات، لأنه يعني احتسب لله وفزعت لذا. لذلك لا نبخل يا جماعة، ترك لو طلعت يوميا من بيتك وتصدقت في ريال والله العظيم اني اعوذك الله فورا عليه. يا سلام يا سلام. لذا لا نغذف هذا الجانب. الله اكبر. هنا تسالني هنا ام فهد العجمي، نعم اسال الله سبحانه وتعالى ان يكتب اجرها. سمعت مباشره والان تسالني تقول وين رقم الجمعيه عشان انا عندي علاجات الان وودي ارسلها للجمعيه. فهذه الأرقام موجودة يا أم فهد العجمي على الشاشة، بيض الله وجهك وكثر الله خيرك، وبالعكس بدل ما ترمى أو يعني صحيح تتلف. فهذه الجمعية قائمين عليها دكاترة يناظرون التاريخ وهي صالحة للاستخدام وغير صالحة، ويحطونها في الثلاجة ويعطونها المريض. صحيح. أنت هنا ما سويت شيء، فقط دليت أو أخذت وديت هذا العلاج اللي عندك في الثلاجة أو اللي عندك ما عدت تستخدمه، استغنيت عنه بأي طريقة من الطرق، سواء بشفاء أو بوفاة أو لقد يعني ما ندري شو الظرف، ولكن هنا جمعية تروح تعطيه للي مستحقه. فلا ترميه في الزبالة. الله يكرمكم والله يحفظكم. دقوا على الجمعية، أرقام التواصل موجودة عندكم، وخذوا منهم اللوكيشن توصلونه يجون يأخذونه منكم. أهم شيء لا ترمون هذه الأشياء اللي تجد في من يحتاجها، وكذلك الأسرة العربية. يعني أعطوني قصة واحد يقول صرفنا له عربية بقيمة 7000 ريال أو 8000 ريال لمعاق مشلول شلل نصفي، فيقول والله العظيم الفرحة اللي عاشها بهذا المبلغ البسيط 7000. يقول أنا لي ما يقارب 10 سنوات أتمنى هذا الشيء، ولا أملك النقود حتى أتحصل، يا دوب أقدر أعيش أو أشرب أو آكل. فلما جت الجمعية وشرتها له وعطته إياه، يقول من الفرحة ذاك الليل ما نمت، مستانس يروح يتمشى بها. يقول خلاص الحين أنا ما عاد عندي شيء، أنا الآن أستطيع أن أخدم نفسي، بدال ما يقول يا فلان تعال شلني، تعال حطني، تعال ودني، تعال جبني، دق سلف. وصار يعشق بهالقير الصغير اللي جنب يده، وصار يتمشى بهالعربية، راح السوق وطلع ورجع، راح البقالة ورجع وراح. فإحنا في نعمة عظيمة. اي والله في نعمة والله عظيمة. فكيف نشكر الله سبحانه وتعالى، وكيف نكون سببا في الخير للناس؟ أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا منكم. تنبيه آخر. هنا بعض الأخوات يرسلون على السناب فتقول يا رب أفوز. طيب الله إن شاء الله يجعل استفوزين، ولكن ما سجلت لا ذكر لله ولا اسمها ولا تليفونها ولا عنوانها. فأنا أطمر للي بعده، أنا جالس الآن أكبشر وأسحب عشان الوقت، يعني في آخر شيء بذكر الأسماء كاملة 30 اللي فازوا معنا. الحين أنا كبشرت، اللي جاه الكبشر ترى داخل معنا بإذن الله فائز مباشرة. اللي كبشرته أنا جالس أسحب، وأبو فهد يسولف عشان ما يأخذ منا وقت في آخر الحلقة. تفضل. طيب. أبو فهد. طيب الآن نبي نتكلم على الخلطات.
عندنا اللي يعانون من القشرة أسلم أو من خشونة الشعر، طبعا تنعيم الشعر، حتى أن الخلطة هذه تصلح للبشرة وفروة الرأس والشعر عموما، اللي هذه مكونات، هذه المكونات. نعم. قرب قرب يم المكونات. يا سلام يا سلام، هذه المكونات. ها حلو، أدامي أشرحها. أيوة، مكونات الكوسة. وهذه هي. أنتم يا أهل القصيم ما شاء الله عليكم. هذه عجبي. هذه الكوسة أويلاه أويلاه. هذه أربع حبات كوسة. لا أي بالضبط، واثنين بطاطس حجم كبير. أيوة، أو أربع صغيرة. هو عموما لو نحط أربع حبات كوسة واللي هو البطاطس كبار، إيه يبي يطلع عندنا كمية كبيرة جدا، ممكن نحفظها بالثلاجة لمدة أسبوع. جميل. المكونات قلنا اللي هي الكوسة، ونجيب من أي شامبو. يا سلام. وزيت دوار الشمس، اللي هو هذا هو دوار الشمس، زيت دوار الشمس. نعم. وكاس ونص أو كاسين ماء، ونحطهم بالخلاط ونخلطهم، وتطلع عندنا هذه وين هي؟ يا سلام عليك، هذه الكوسة، هذه الخلطة الآن موجودة. نعم، نعم. وين الكاس يا أبو؟ كاس الشفاف. إيه إيه. نعم، أمسك يا. نعم، هذه خلطة الكوسة والبطاطس. هذه خلطة الكوسة والبطاطس. نعم نعم. كوسة وبطاطس، وش فائدتها هذه يا أبو فهد؟ هذه إزالة القشرة فورا بإذن الله تعالى، وتنظف فروة الرأس بدل ما ننظفها بأشياء كيميائية، هذه تنظف وتنعم الشعر، وللبشرة لترطيب البشرة. يا سلام، وصلت. نجي بعده، احنا قلنا نعيد مرة ثانية، اللي هي كوسة وبطاطس. نجي بعدها الخلطة القرع، هذه خلطة القرع. يا سلام. تسويها الحين ها سام؟ هذه مخلوطة وجاهزة، كان بيجيب أبو فهد جزاه الله خير الأدوات كاملة، لكن جابها مكوناتها والنتيجة بعد. بالضبط. يا سلام، تفضل. لأني ما نبى الفرمة اليوم. هذه خلطة القرع، نجيب مثلا ثلاث قطع من القرع، وهذه القرعة. والله ما هذه القرعة. ارفع ارفع يا مؤيد، امسك القرعة، امسك القرعة يا مؤيد، انزل بها كذا. هذه القرعة نجيب منها ثلاث او اربع قطع بهذا القدر، مع موزتين، هذه موزة واحدة لكن نحط موزتين، مع أي شامبو، مع وين أيوة. وش فائدة هذه يا أبوها فهد؟ هذه لتنعيم الشعر تنظيفه، مع مقدار كوب أو نص كوب اللي هو زيت جوز الهند. هذا جوز زيت جوز الهند. يا ليت يا مخرجنا تركز عليه، لأنهم يسألون عن زيت الجوز الهند أيهم، هذا العلبة الخضراء المعدن. واضح؟ واضح يا أبو عبد العزيز. هذا الزيت أنت تسوي إعلان لشركة الزيت هذه يا أبو؟ هذا منتشر، هذا أزلي، هو مسوي يسوي لنا حنا إعلان ذا. أنا عارف يوم حنا داري داري. أرفع أرفع مرة ثانية. السي بي سي ها؟ إيه السي بي سي. السي بي سي طبعا في نوعين، ماليزي وهندي، كله ماشي. يا سلام، قديم هذا. ايه الزيت هذا هو، هذا زيت الجوز الهند. لا فر شوي فر شوي فر شوي. لا ايوه بس ايه. هذا طبعا زيت جوز الهند يلقونه في البقالات، يلقونه. نعم. محطات البنزين. صحيح والله، عند محطات البنزين تلقاه في كل مكان. ها في كل مكان، يعني متواجد. نعم. وجودته عاليه. نعم. قلنا التركيبه هذه هي. يا سلام. جوز الهند، جوز الهند ايوه، وقطع من القرع. كم قطعه من القرع؟ اللي هذا القرع
ترى بعضهم الان صار عندهم الميزان في البيت حق يوزنون القهوه ويوزنون خلاص صار شغلنا كله متطور. 300 جرام من القرع وموزتين ايوه واي شامبو جميل وكاس ونص او كاسين ماء. وين المكونات هذه موجوده مكتوبه؟ ايش فهي هذه هي لا مكونات خلاص. خلطه القرع ربع كيلو قرع وعدد موزتين وكوب زيت جوز الهند. قرب من الخلطه هذه يا مخرجنا. يا سلام يا سلام عليك. وكوب زيت جوز الهند وكوبين ماء ونصف كوب اي شامبو. نعم. وتحط على الشعر كل الخلطات ذولي حتى إيه؟ اننا طريقه استخدامه نحط على الشعر لمده نص ساعه ونغسله فقط في الماء لان فيها شامبو فقط للماء. وتعمدنا نحط الشامبو حتى عند غسيله لا يبالغون بالشامبو وبه حتى تنظفه. لا تجيب شامبو من برا. لا تجيب شامبو برا خلاص. غسله غسيل جميل ذاتي يعني هو يغسل نفسه. ماء فاتر ولا ماء دافي ولا بارد ولا ما لها لا ما عادي مندش. جميل مشكلة. جميل نجي عند خلطة قشور البطيخ. يا ولد اليوم مرتب اليوم ابو فهد. ها شو تسوي يا ابو عبد النبي جايين ترى يا شباب مشاهدينا الكرام ابو فهد جاي في الرياض له اسبوع وهو يطبع ويرتب ما شاء الله. لا 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 كذا خلاص ضيف دائم عندنا يا ابو فهد. تسلم والله خاصة انك تجي بجوائزك. لو ما تجي بجوائزك توسع صدر الجمهور يعني مو بلله. هذه طال عمرك طلخة البطيق خلطة البطيخ يا مرحبا اللي هو قشور البطيخ. اي القشور هذه ايش فوائد هذه الحين؟ هذه للكثافة تكثيف الشعر. مدة استخدامه يا ابو فهد؟ ان شاء الله تستخدمها بالاسبوع 3-4 مرات ما في مشكله. كل الخلطات ذولي لانها طبيعيه تعتبر. يا سلام. موجوده في البيت يعني ما جبنا جديد من برا او شيء صعب. هذا هي خلط البطيخ معروفه. مكوناتها ربع كيلو قشور بطيخ ايوه نصف كوب زيت جوز الهند نصف كوب اي شامبو. يا سلام. جميل يا سلام. هذه تكثف الشعر. هذه تكثف الشعر ونحط معاها اي شامبو ها يا سلام اللي هو جوز الهند يا سلام والماء فقط ونحطه والشامبو قلنا طبعا نحطه لمدة نص ساعة على الشعر ونغسل الشعر بدون شامبو. نجي لخلطة البرسيم. يلا يا أهل الحلال يلا. ها خلطة البرسيم يلا. هذه الخلطة لازم تعطينا فوائد يا أبو فهد. شوف كل الأشياء هذه جميلة لتنعيم وتغذية الشعر وتقويته. يا سلام. لكن خلطة الكوسة والبطاطس لتنظيف فروة الرأس. جميل. البطيخ لتكثيف الشعر. حلو. وحتى خلطة الكوسة والبطاطس لترطيب البشرة جميلة جدا. للبشرة. نعم. جميل. والقرع برضو خلطة القرع للبشرة. طيب. لو بستخدم أنا الأربعة خلطات هذه ما في مشكلة يعني كل يوم أقسم على خلطة ما في مشكلة يعني ما في تعارض يعني هذه أو لا تعارض. لا ما فيها مواد كيماوية كلها طبيعية كلها ناكلة ذي ما احنا ما بالك عاد تحطها على فروة الشعر. جميل. يعني تخيل لو تزوي لكم رقة الآن وتحط فيها كوس وبطاطس وقرع وتتبعها بعدين تاكل موز ما أدري أحطها في راسي ثم ناكلها ببطني. لا بعد لو تسوي مرقة من البرسيم صدق صحيح والله يوكل برسيم. برسيم انا معلومات جديده ودي تكتب جوجل اكلت الجنوب عندهم في البرسيم. شوف جميل برسيم. جميل عندنا اللي هو احنا قلنا البرسيم الان هذه الخلطه مكوناته نجيب لنا 300 مثلا هذا هو البرسيم مكونات خلطة البرسيم. نعم. 300 جرام برسيم تفضل نصف كاس أي شامبو. نعم. كوبين ماء نصف كوب زيت جوز الهند بالضبط. يا سلام يا سلام. هذا البرسيم اللي ما يعرف ترى البرسيم يا جماعة نعم هو حق الحيوانات الغذاء المواشي. نجيب 300 جرام أو غمطة منه ونحطه بالخلاط ونحط عليه اللي هو زيت جوز الهند مع ماء شامبو. مع شامبو
ونضربهم بالخلاط ونحطهم على الشعر لمدة نص ساعة ونغسله، هذه تعطي نعومة وتسريح للشعر كأنه مستشور. عندنا اللي هو النهائي أو آخر شيء أبو عبد العزيز اللي هو بديل البل بديل الشامبو. الحين خلاص خلصنا من البرسيم. أي نعم. فوائد البرسيم مش قلت؟ قلنا البرسيم يستشور الشعر، يسرحه، يلينه، ينيمه. عجيب. نعم مثل البلسم. جميل. عندنا بديل الشامبو، بدل ما نستخدم نغسل بشامبو مباشر اللي هو ربع كوب من زيت جفاب، اللي هو هذا هو زيت جفاب. معه اللي هو طال عمرك اي شامبو. اي شامبو، نعم ترى ما انا مركز يا جماعه، معليش معذرة. زيت جفاب وشامبو واحد الواحد، نحط مثلا ملعقه شامبو، نحط ملعقه زيت جفاب ونخلطهم مع بعض ونستخدمهم بدل الشامبو الغسيل الشعر. نحس ان الشعر كانه مزيت وكانه مبلسم ونظيف، ونتلافى او نكسر حده تركيز الشامبو. نرجع نشرحها مره ثانيه. يا سلام. اللي هو البلسم البديل الشامبو وبديل البلسم، ملعقه زيت جفاف مثلا قدره ملعقه شامبو، نمزجهم مع بعض نستخدمهم بدل الشامبو، يعطوننا نعومه ولمعه وتغذيه كامله للشعر، ونكون تلفينا اضرار او نكسر حده تركيز الشامبو. هذه الطريقه جربتها انا ابو فهد. ارفع صوتك. اقول هذه جربتها انا. اللي هي نص علبه الشامبو. أيه؟ مع نص علبه الزيت. ايوه. يعني ما شاء الله شعر انسيابي الحمد مرة. لله. يا شوف ما شاء الله متغير الوجه. الله يخليك. يا فارس. غير بعد كذلك الحنه. يعني اليوم جاينا ابو منيره عشان يعطينا فوائد من استخدام خلطات ابو فهد. نعم. ابو فهد لو يجي منك في الكون ما شاء الله اثنين، ظاهر المطبخ انقلب كله خلطات. صحيح. اصلا عودتنا الحريمه الحين لما دخلت للبيت ولا كانه سوق خضره، سلطه على وجهه. اي خيار وزبادي ومدري ايش يحطن ويحطن. انت الحين معترض عليهن ولا؟ لا 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 انا ما انا بعترض، المره لا تعترض علي كل صح. شف المره مثل الحين النت، لا دخلت ايه لا دخلت النت الموقع يقول لك موافق ولا لا، ان ما قلت موافق طلعك، لازم تقول موافق. اي موافق. الله يسعدك ابو فهد. هذا الشامبو اللي هو السدر. يا سلام. نستخدمه يوميا بدل الشامبو يا جماعه، اذا كان الشعر اللي هو الغسيل الروتيني. يا سلام. بدون زيت وبدون اي مستحضرات تكون لاصقه بالشعر. نجيب ملعقه شامبو ونحط عليها كوبين او ثلاثة اكواب ماء، الى ستة اكواب ماء يقبل، ونحطه بعلبه. انا هذا مركز. شوف شلون. شوف الرغوه كانها رغوه شامبو. ما شاء الله تبارك الله. بس لازم يكون السدر اصلي. زي السدر اللي عندك. ايوه الحين اوريكم السدر الاصلي وشلون. جيب كاس يا مؤيد، وينن؟ طلع لي كاس. اولا هذا الحنة. جميل. هذا الحنة اللي عندنا، خل بوريكم. هذا 24 ساعة. ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السدر. هذا السدر. مع انه مركز شوي، شوف قوامه. ما شاء الله. جيب يا مؤيد، بسم الله. هذا سدر عالي الجودة. شوف شلون يمط. شوف ابو عبد العزيز الهند. ما شاء الله. هذا سدر. هذا اللي يغتسل فيه ابو. اي هذا ما شاء الله تبارك الله للشعر. ايه. خص الشعر الناعم قوة. مثل شعري. شوف طال عمرك. اسلم. ما شاء الله تبارك الله. والله تنك لما قلت الباميه. ايه تنو باميه. تنه باميه. ايه هم يحطون معه باميه السدر اللي والله انه ولا ملوخيه حتى يصير قوامه مثل هذا القوام. لزج. ها؟ تقول لزج؟ لزج نعم. عندنا طال عمرك قضينا منه البلسم، الحنه وين راح؟ هنا. ايه هذا الحنه اللي عندنا
ابو اوريكم انا بحط بيدي حط يد مؤيد مؤيد بحط بيدي بحني يدي بك واحد يا ابو لا لا عند مؤيد بسم الله لا لا انا بسم الله ما شاء الله لا انحنيت شلون تسولف لنا يا ابو ابى اسولف خلصت الخلطات اي قضيه تقريبا لا بقى شوي بس خلنا لانه يبي وقت الحنا طيب يلا ها صير مكتف يدك خلك هي اول مره كتفه لا والليل جمعة بعد يا ابو يا سلام كان حولك ماذون ولا حولك يا سلام طيب كل مره هنا ترى نفس التنبيه يا مشايخ يا جمهورنا الكريم احسب الوقت ترسلون يا رب افوز يا رب افوز يا رب افوز واطيح في السحب عليكم اسحبكم ثم ما في ولا عنوان ولا رقم تليفون ولا ذكر لله ولا اي شيء انت يعني خسرت بهذه الفرصة فرجاء ذكر لله سبحانه وتعالى وأية الحين هنا ها يعني من اللي الآن وقع عليهم السحب وراح نعلن عنهم أم سلطان المدينة أملج وذكرت سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم فبإذن الله راح نذكرها من ضمن الأسماء بعد قليل في كامل في نهاية الحلقة طيب يا أبو فهد لا تفضحنا ها سم وش العلم العلم ها ما شاء الله يبي لي يجيب لي خرقه واربط يدك انا بحطه 10 دقائق كم مضى الان يا خلاص تو تو غير دقيقه ها مرة دقيقه طيب طيب يا ابو طيب عندنا طال عمرك ولا اقطع كلامك اللي هو زيد جوفارد الذهبي صراحه انا بتكلم عنه جد زيد جوفارد الذهبي عطني زيد جوفارد انا صراحه ابو فهد أعطاني مجموعة جزاه الله خير من الهدايا واستخدمه من الأقارب و يعني أنا أقول لكم إذا أخذتم هذا من أبو فهد وصار عكس ولا نقص عن الكلام فحسابكم عندي مو عند أبو فهد حسابكم عندي أنا كفو هذا ما شاء الله المنتج هذا اللي جربوه الأهل وجربوه الأقارب واتصلوا على الوالدة واتصلوا علي أنا شخصيا يبون من هذا الزيت اللي هو جوفارد يبون منه صراحة للأطفال للكبار لكبار السن يعني الجدات ما شاء الله أثمر فيهم هذا عندي جوفارد الذهبي مرة دراهمكم أنا رجعها لكم جوفارد الذهبي لو دخلتوا على متجر ابو فهد وطلبتوا اللي اليوم بياخذ 10 بنوزعها واللي حاب يحصل على المنتج هذا فهذا منتج ما شاء الله تبارك الله واكبر دليل الحين شلون نشوف قرعتك الحين يا ابو فهد ها الحين اوريك اياها وشلون وانت في يدك حنا الحين اطلع شوي بس 5 دقائق 10 دقائق ولا 10 دقائق اي لكن خل اوريك نتائجه طبعا يلا ورنا نتائج جوفارد مثل ما قال بالصوره مثل ما قال ابو عبد العزيز طبعا عندنا احنا زيتين زيت جوفارد اللي هو العلبه السوداء وزيت جوفارد اللي تكلم عنه ابو عبد العزيز الزيت هذا للشعر الخشن والناشف والنافش والكيرلي والمجعد والأفريقي وينبت الفراغات والصلع بإذن الله تعالى جوفارد طبيعي ومدرج بهيئة الغذاء والدواء والحمد لله والشكر هذه نتائجه شوفوا يا جماعة ما شاء الله هذولا استخدموا زيت جوفارد قبل وبعد يا سلام كلوز حبيبنا يا مخرجنا تفضل دي سؤال لك يا ابو فهد سام الحين ليش الصلع يعني في الراس واللحيه ما قليل اللي يجي فيها يعني تحت اللحيه قصدك ان يصلع الشعر يصلع يصلع واللحيه لا ما تطيح سؤال جميل بس خلنا نركز على ذولي والحين اعلمك ليش وش السبب وعندنا الان هذه قبل وبعد هذه قبل وبعد يا سلام وهذه الثانيه قبل وبعد شوف اللي تحت شعر افريقي ترى يا جماعة طبيعي 100% زيت جوفارد الذهبي نعم حط نفس اللي تو نفس محلها ايوه يا سلام عشان يقرب من المخرج شكرا يا مخرجنا على اهم شيء عندنا ابو فهد تسلم وبوريك اللقطة هذه واللي حاب يستفسر واللي حاب
هذا طبعا زيت جوفرد الذهبي، هذا كأنهم كانوا معانا. شوف اللي تحت اللي هو كيرلي، عفوا افريقي تحت يمين بعد الاستقدام، بعد اليمين ولا تيسار؟ نعم. وعندنا اللي هو هذا اخر واحد يا مخرجنا الحبيب، هذا عنده صلع طبعا رجل، يا ليت تركز على ذا. شوف بعد استعماله اظن شهر ونص بدا يطلع شعره بسيط يعني، ما كثر خيره. انت اللي عند انت يعني تجربتك افضل. إيه هذا شهر ونص، انا شهر ونص ايه بس شوف شلون طلع شعره ما شاء الله، كان يبي يزرع. يا ليت يركز علي هذا، شوف شوف الصوره ذي وذي، وشوف الشعر موجود هنا باين يا مخرج، ترى انا بشوف. لا واضح واضح، ابي الشعر اللي طالع. ايه الشعر هذا تمام. انت ايش تقول يا ابو عبد العزيز تو؟ انا خل اوريكم لقطه شعري قبل. ابو فهد سم، فيه بعض الرساله هنا يقولون يعني انك الان نستخدم النعم والكوسه ونستخدم هذه في حاجة راح نعم ترمى في الزبالة دورة المياه. اي نعم، هو انقى ان الواحد يغسله برا. يا سلام، مو بلازم طيب. بدا لكن الان انا بقول لك انا حاجة يا ابو فهد الان اللي هي غسل نفس الطعام، نفس زيت الزيتون الان. وش وين جاي منه زيت الزيتون؟ من ذا؟ لا من الاكل، زيت جوز الهند من الاكل. غير ذلك فضلات الان الاكل ما بتغسل بدا الله عزكم المجاري وحده. الله الله، حللوها المشايخ. يا سلام، لذلك هذه كلها فضلات يعني. ما هل أن السؤال أنت الحين لمنك لو تبي تطلع اللي بشعركم حطه مثل الكوسة والبطاطا تبي تأكله؟ لا ما تأكله خلاص، هذا يرمى يروح من الفضلات وتأخذ منه فائدته. نعم صحيح. عندنا طال عمرك اللي هو هذا زيت جفاب. زيت جفاب هذا يكثر ويكثف وينعم ويلمع ويسرح ويستشور، وطبعا للتساقط والتقصف جميل، وللأطفال سريع وللقشرة طبعا، وحتى زيت جفارد للقشرة. يا سلام، طبيعي ومدرج بهيئة الغذاء والدواء، وطبيعي وللأطفال سريع المفعول. لذلك يا جماعة لا تلعبون بأطفالكم، زيوت فقط. طيب من عندي ومن غيري. عندنا البرنامج البوكس اللي هو هذا البوكس اللي هو ذا برنامج المسار، برنامج مسار العناية بالشعر. البرنامج مدته 21 يوم، والحمد لله والشكر عندي حالات مستعصية فيهم من قاطع المناسبات سؤال الشعر، وفي من عنست تقول ما انا متزوجه وانا شعري تالف. يا رجل اي ولله الحمد، ترى لن ابالغ والله. ويا ليت يا ليت اللي جرب من منتجاتي يتصل عليك الان يا ابو عبد العزيز ويقول شهادته سلبا او ايجابا، انا اقبل اي شيء. يا سلام. طيب هنا في سؤال يا ابو فهد سم، ابو مشعل عنزي عزيز وغالي علينا ومن اعضاء مجلسنا ودائما يشاركنا. نعم. يقول هل في خدمه توصيل للكويت؟ وهل في منتجات لك بالكويت؟ نعم 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 موجودة. أنا يتواصل معي على الواتس. أنا أقول له هدية يستاهل، له هدية مني مرة على حسابي أبو فهد تم إلى أبو مشعل العنزي عزيز وغالي علينا ويشاركنا دائم في البرنامج. فحنا وش اللي يصير؟ حنا حقه علينا نوصله الحفر الباطن. حفر الباطن مجاناً مجاناً، لكن من الحفر الباطن في واحد يوصل للكويت هنا. يا سلام، هو اللي بياخذ عليك أنت الشحن. التوصيل التوصيل من الحفر الباطن، ولا جميل. حقك علي إني أوصله له إلى حفر بيض الباطن. الله وجهك يا أبو، سمعت يا أبو مشعل وش اللي ودك بسجله لي ويجيك يمشي على قرونه. نعم تامر أمر يا أبو مشعل. نرجع للبرنامج اللي هو برنامج مسار العناية بالشعر. البرنامج مدته 21 يوم، برنامج مدته 21 يوم. اسلم. الأسبوع الأول حنة يوم بعد يوم اللي هو الأسبوع ذا الحنة ذا، وبعده طبعا الحنة يصلح اليدين والشعر. الأسبوع جميل. الثاني اللي هو زيت جوفاب. الأسبوع الثالث مجموعة من الأعشاب مخلوطة مع بعض تنقع وترش على الشعر بإذن الله تعالى. أي واحدة عنده مشكلة في شعره تبي تشوف شيء طيب. لكن يا جماعة الآن يجي سؤال يقول طيب أفرض أني استخدمت منتجك يرجع الشعر يتساقط، يرجع يتلف، وش اللي خلى الحين الشعر يتلف؟ إلا أن في سبب. إذا كان السبب قائم وهو دائما السبب، يا من الأكل يا داخلي يا خارجي، إذا كان السبب موجود ما راح يقطعه أي شيء، لأن السبب موجود. لازم نتخلى عن العادات
مثلا استخدام مستحضرات تجميل مثل الصبغة والفرد والاستشوار والسيراميك وكل والبلسم والجل وال... أو يكون الواحد عنده مشاكل داخلية. طبعا من المشاكل الداخلية اللي هي الرجيم القاسي، تكميم المعدة، فقر الدم، نقص الفيتامينات والمعادن والعناصر، تكيس المبايض، تسوس الأسنان، الأمراض المزمنة، سكر، ضغط، أخذ أدوية مستمرة وموانع الحمل والعامل النفسي، كل دول تساقط. لكن مو معناه أننا نقدر نتفرج على الشعر لما ينهار، لازم يكون له شيء ساند وفارد، ساند ورافد، فارد على وزن فارد، اي نعم، ساند ورافد، بحيث ان ما دام ان كنا نستخدم السلوك الخاطئ او عندنا مشاكل داخليه ما حليناه، لازم يكون شيء دائما يعتني بالشعر حتى لا ينهار يوم من الايام. كم المده الان؟ عشر دقائق الان. الان نبي صلبت يدي يا شيخ، الله تعبان ما هذا الحناء، عظم مناديل، اشوف يا سلام يا سلام، وين المناديل؟ وين المنا، ايوه قبل، وين الكيسان؟ هنا عظم واحد، خلى سلت بها ال... ما شاء الله. المشاركين على سناب كثر ويذكرون بعض الاحاديث، الصدقه تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى، وهذه من الفائزات. ذكر اسمها وبعدين نصنفها ان شاء الله. الاسم رهف الرشيدي من حفر الباطن. انا اتابع معك يا ابو واسحب، ما عندك، واللي وصلها الكبشر معناته دخل معنا، دخل معنا فائز، ليس في السحب انما دخل معنا فائز. ها كم له وقت الحين ابو فهد؟ عشر دقائق. دقائق وهو الاصل كم يجلس يا ابو فهد؟ المفروض انه اربع ساعات، هذا بعد عشر دقائق. ما شاء الله ما شاء الله يا رجال. نعم سريع الانتشار. هذا حنة للشعر واليدين. طبعا الحنة ترى يا جماعة ما بكل حنة نحنة، اولا نحذر من اللي نشتريه من الاسواق، طبعا ما نتهم الجميع الا ما رحم ربي، يحطون معه اسمنت ويحطون معه رمل او انه فيه يخلطون معه اعشاب او منتهي تاريخه. كذلك السدر، السدر برضو يضاف له بامية ولا حتى يكون له لزوجة أو ملوخية ولا اسمنت. لذا لازم نجيب ورق ونطحنه ونتأكد من جودته. هذه هي مخرجنا، معليش لو كلوز آخر شيء، هذه بعد عشر دقائق، ما بالك عاد أربع ساعات. يا سلام يا هذا سلام. يصلح للشعر و لم تجبني على سؤالي بارك الله سم السؤال سؤالك معليش نسيت وش يا أبو. أقول ليش الصرع إيه في الرأس واللحية ما قليل؟ يعني قصدك انه يحت شعر الراس ويبدأ شعر، ايوه شعر. دائما سبحان الله العظيم بالرجل خاصة هرمون الذكورة يتركز في فروة الراس وبالوسط. طبعا الوسط يزيد، وطبعا ما هو بهذا السبب، في اسباب كثيرة، لكنه السبب القريء او المتهم هو زيادة هرمونات الذكورة، تكون تتمركز في فروه الراس او بدا واللحيه. لا دلك واحد تلقى لحيته ما شاء الله ومصلح زي ابو عزوز. ما قلت انا قايل ابو عزوز او حكيك. تكلمت عن هرمون الذكوره، هو ان الصلع الاكثر والاغلب يعني في الرجال. نعم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان اصلع ويقرب الاصلع ويقول انه سيد قومه، او في روايه انه ذكي عجيب سيد العرب. نعم عزوز ذكي، يعني كذا خلتني اعتز بصلعتي. نعم ها، اولا ما قلنا اني ما ادري انك اصلع اول مره على الهواء مباشره. انا اصلع إيه ما شاء الله. ما ادري خاف انك لاعبن علي بس عشان اقول أنا. مو بيقولون الحين لا صار واحد ان ذا قال لي اشترك ذا مصلع يا رجال. طيب ورنا الحين اثره عليك. انا يعجبني اللي يقول يتكلم عن شيء ويبحث عن شيء، ف أول ما جرب على نفسه، لأن أتذكر مرة مرات أبو فهد. نعم. واحد يقول الشباب رايحين إلى أحد الدول يزرعون الشعر. نعم. يقول هم رايحين يزرعون الشعر، معهم واحد من أخوياهم ما له في زراعة الشعر، لكن أخوياه قال يا رجال حنا زارعين، أبدًا زراعتك على حسابنا، بس أنت يومك رايحين معنا بندخلك على الدكتور. ويحلفون عليه ويلزمون عليه الا انك تزرع الشعر. يقول يوم دخلت على الدكتور، لين الدكتور اصلع
قلت يا جماعة الخير والله إني ما أزرع شعر، الرجال أصلع ومكتفي يعني بهذا الشيء لنفسه، فلو يدري الدكتور إن هذا الشيء صحي كان زرع لنفسه وهو دكتور، صحيح ما راح يخسر شيء. صانع فأنا تعجبني تجربتك يا أبو فهد على نفسك في استخدامك لزيت جوفارد الذهبي وأثر عليك، هذا خلال كم المدة اللي الآن بتقولي لها؟ أنا 5 شهور استخدمته طال عمرك وتوقفت عنه، لأن تعرف الرجل طبعه يمل. نعم ما يهمنا، غاصب الواحد هو يحط الأشياء. عندي حالات الآن يجيني رجال كثير يبون، أقول له شف يا الحبيب، إبراء للذمة إذا ما كنت مستمر عليه ترى ما راح يجيب لك نتيجة، مو مع تستخدم علبة علبتين تدفع قروش تخسر فلوس ولا يجيك نتيجة. نعم لا تفكر بقل من 5 شهور، لأنه سبحان الله العظيم المرأة لما الله سبحانه وتعالى أعطاها الجمال ميزة في جمال شعره. نعم كان تاج الجمال الشعر، يا سلام، وأعطاها ميزة الاحتفاظ بالأملاح المعدنية اللي تغذي الشعر دائما، يا سلام. الرجل لا، أصم حصات جبل صحيح، لذلك ما يهمه شعره أنه إذا لأنه دائما مغطيه أبو فهد. بالضبط. لا ودليلك الآن أن عندنا بالعائلة مثلا الرجال 50% مصلعين والباقي جايين بالطريق والحريم لا، هي اللي يمكن صلعت بنفسها. أنا صراحة يعني ما قد سمعت أو ولا قد رأيت أن مرأة صلعة. إيه لكن يعني هل تمر عليك حالات؟ إيه مر علي والله يا أخي شيء يحزن. إلا اللي يأخذون الكيماوي عافنا الله وإياهم، لكن مرأة صلعة ما اللي يأخذ الكيماوي إذا ترك الكيماوي واستخدم أشياء طبيعية بإذن الله تعالى يرجع له شعره، وعندي حالات كثيرة. جميل. لكن اللي عنده صلع الآن بسبب حاجتين، والثاني هي الأقوى اللي هو استخدام مستحضرات التجميل، وأغلبهم تقول والله أشارت علي فلانة وإني أخذت الخلطة الفلانية وإني جبت وإني عقبة راح شعري صلعت اندمرت. غير ذلك يا جماعة الباروكة سلاح ذو حدين، ترى تدمر الشعر. إذا كانت طبيعية يكون فيها بكتيريا وبلاوي ومشاكل، وما أدراك منين جاية هالباروكة. يا سلام. هل هي من حيوان من آدمي من ميت من عنده أمراض؟ وإذا كانت اللي هي صناعية في كيميائية بلاستيك وما أدراك. لذلك نحضر يا جماعة نبعد عن الأشياء هذه حتى نسلم من المشاكل. أنت قلت تبي تشوف شعري يا أبو عبد العزيز. أين يا مخرجنا الحبيب؟ هنا في رسالة على سم شغل شغل خلوا يجي. أيوة هذا شعري أنا قبل يمكن في رسالة طلعت. إيه اللي يتصلون حط الطيران. ما هذا الطيران ما يطلع ذولي ما شاء الله. هذا بعد لا هذا الحين يجي. أنتوا شايفين أنا ما بشايفين شيء. أنت الحين خلت تجي الحين. ها هذه بداية هذا شعري كان. إيه شايفينه وين هذا؟ خلك ثابت أنت أثبت. خلنا ثبت الصورة هزين. هذا شعري هنا هنا هنا. شوف الكاميرا هذه ايه ايوه يلا شغلة. هذا انا شغله. هذا راس ابو فهد قبل هذا العام واستخدمت 5 شهور فقط. هذا يا سلام ناو عاد شف شعري الحين ما شاء الله الطبيعه. تبي تخرب شخصيتي يا ابو؟ انا قاعد شوي وانا اتمسس يا سلام يا ما شاء الله لا إله إلا الله. وش أنت شايف؟ وهذا وقفت بعد في الاستخدام. إيه وقفته ما لي خلق استخدمه. أولا شايب أنا. شايب. إيه. منتهي. حبيلك. ثانيا طال عمرك مثل ما قلت لك الرجل يمل من الأشياء دي. عجيب. إيه والله. لذلك نرجع ل وش حنا قلنا نقوله أبو عبد العزيز. ها. إيه. عندي جائزة كبرى لمن يتابعني في الجاكو، يجي للجاكو. طبعا تعرفون الحين التيك توك بديله الجاكو. اللي يجي للجاكو أجل بتابعك أنا. الله يحييك. ها أنت أنا يا أبو عبد العزيز. وش الجائزة؟ الجائزة الكبرى، وفي جوائز عموما، لكن أول جائزة تبي تكون برنامج كامل للشعر وزيت جوفارد وزيت جوفاب وحنة وسدر.
كلهن اي كلهن جميعاً. انا بتابع الجائزه الكبرى بسحب عليا في الجاكو وهذا الجاكو يستاهل ابو فهد. نعم. روحوا له بالجاكو. اي هذا هو وبالسناب. جاكو ولا ما جاكو؟ هذا جاكو ولا كاجو؟ كاجو كاجو إيه ما اعرف لك كاجو. هذا الجاكو جائزة كبرى قيمتها كم؟ احسب 260 و199 و390 و115 و125 يعني وصلنا للألف. إيه أكثر من الألف يا سلام. هذه أسحب عليها في الجاكو إذا زادوا المتابعين ونسحب على جوائز غيره. يا سلام يا سلام. روحوا لأبو فهد روحوا لأبو فهد في الجاكو وحساباته وشوفوا وش عند ابو فهد. ابو لهب وغث ابو جاكو. ابو فهد. طيب وقت الاذان قرب. انا عندي هنا حديث من الله يجيب تو هنا كنت فاتح على حديث وراح. اللهم صل على محمد. حديث عن فضل الصدقه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا ولكم وأن يتقبل منا ومنكم. لا ننسى جمعية تكامل الصحية بالدعم المادي، ومن لم يجد ولم يستطع فيدعم بالنشر. يعني صراحة جمعية تقدم الجهود العظيمة الجبارة لمن هم في أمس الحاجة للعافية وللشفاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيكم خير الجزاء كل من تصدق، كل من قدم، كل من كان في رسالة قبل شوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقة، وكان في آخر الحديث أعطي فؤاد نقاط يستاهل فؤاد 100 نقطة من الذين ذكروا ومن الذين شاركوا، لكنه والله راح من عندي الحديث. هنا أبو مشعل يقول الهدية مقبولة وجزاك الله خير. لا شكر على واجب، أنت واحد منا يا أبو مشعل وتستاهل كل خير يا أبو مشعل. يكفينا منك رسائلك الشكر، رسائل المدح، رسائل الملاحظات، ونتقبلها منك بصدر رحب. هنا سؤال يقولون هل الغدة تقول آكل علاجها الزيت ينفع في استخدامه؟ مثل ما قلنا قبل شوي انه يكون رافد وساند. طبعا الغدة اللي هو الخلل في الغدة يعد نشطة ولا خاملة له تأثير على الشعر. يلا حتى العلاجات اللي ممكن تستخدم، لكنه مو معناته انه اننا نتركه، ناخذ شيء يكون رافد وساند للشعر حتى ما ينهار. يا سلام. لكن فيها الحمد لله والشكر أهل الغدة اللي عندي يستخدموا علاجات جاب لهم نتائج طيبة، يعني اللي هو المستحضرات. يا سلام. طبعا حسب مشاكل الشعر، هل فيه فراغات، هل عنده تساقط شديد، هل فيه تقصف، هل هو خشن ناعم، كل الأشياء هذه. يا سلام يا سلام. طيب نأخذ فاصل الأذان أبو فهد ونرجع مع أبو فهد ما بين الأذان والإقامة في وقت الأذان. أين؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اهلا وسهلا ومرحبا وحياكم الله. هنا عندي الان انا باسحب وبرسل المعلومات مثل ما ذكرت لكم. الله يجزاكم خير. هنا ضحيه كتبت سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ام سلطان المدينه المنوره، ثم بعدين ما فيه لا رقم تليفون ولا شيء، كيف يتواصل معها المخترع؟ الله يسعدكم، يا ليت تهتمون في هذه الملاحظات. ونقول كذلك لا إله إلا الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبث الله مقام محمود الذي وعدته، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ما بين الأذان والإقامة دعاء لا يرد، فلا تنسونا ولا تنسوا أنفسكم من الدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أبو منيرة مرحبا، وش نصائحك للمتابعين ما بين الأذان والإقامة؟ كيف يشغل الإنسان وقته يا أبو منيرة؟ بالذكر والاستغفار وقراءة القرآن والدعاء والصدقة، خصوصا تكلمت عن الصدقة. في الصدقة من أسباب السعادة، احنا كنا في موضوع مع أبو فيصل يوم السبت الماضي عن السعادة، من أسباب السعادة الصدقة. هذه أنا أقولها عن تجربة، لو كل يوم ريال 10 ريال ما بالك عاد تنقذ حياة مريض. يا سلام عليك. صلى الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وترى من أسهل العبادات وأعظمها عند الله سبحانه وتعالى ذكر الله. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم، شوف كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم طريقة التشويق، طريقة العرض عليه أفضل الصلاة والسلام بأبي هو وأمي، لما قال ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من أن تضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم. قالوا بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله، وأنت نايم تذكر الله، وأن جالس تذكر الله، وترى عضلة اللسان من العضلات التي يعني لا تكل ولا تتعب بفضل من الله سبحانه وتعالى، إلا أن كان جاها لا قدر الله جلطة أو جاها شيء من الأمراض، ولكنها من العضلات المستديمة بإذن الله في للإنسان طالما هو هذه الروح موجودة عنده. فنشغل أوقاتنا بذكر الله، ونتخيل ونستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى، أنه نحن في الدنيا نبني الآخرة. فأنت عندما تقول سبحان الله غرس في الجنة، الحمد لله غرس في الجنة، لا إله إلا الله غرس في الجنة، وعندما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله فهي كنز من كنوز الجنة. فأنت الآن في هذه الدنيا حتى تغرس الغرس كم تحتاج من الوقت، وكم تحتاج مبلغ مالي،
ورعاية وتكبر ويمكن بعد تجيها الأمراض ولا تكبر وأشياء كثيرة. ولكن وانت جالس في محلك تقول سبحان الله أنت نقلت من الدنيا إلى الآخرة العمل المبارك. فكلكم يا من يشاهدنا يقول لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذا من باب الدعوة إلى الله. فأنا لما قلت قولوا أنتم قلتم، كل من قال فهو يأخذ في حسناته نفس هذه الكلمة، وبإذن الله جل شأنه أنا أشارككم في الأجر لأني ذكرتكم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذه من فضائل الدعوة. فالآن يعني نتخيل كم عدد اللي قالوا سبحان الله والحمد لله معي، عدد ما ندري لكن عدد كبير. فبإذن الله نسأل الله يرزقنا وإياكم الإخلاص، أنا أشارككم. وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أبو فهد وش عندك أبو فهد؟ عندي لغز هو حقيقة ركيك، ها بس في شيء من الطرفة خلي نضحك كذا يلا، وعليه جائزة. عليه حبة زيت جوفارد ما شاء الله الذهبي. جوفارد اي الذهبي جوفارد جوفارد اللي هو هذه. لا يا أخي هذا جوفارد قد وزعنا. أنا أبي شو اسمه أبو كرتون. كرتون ب400 ريال ما عليه يستاهلون. كم أبو عبد العزيز؟ والله ما ردك. يلا الإجابة على سنابي وخذ خذ السؤال. أول واحد يجاوب، أول واحد يجيبه صح. بس يا جماعة لا، هو في شيء من النكتة أبو عبد العزيز تضحكون عليه، أنتم شعراء. إيه أنا أنا أقرض الشعر طيب ولا أقول وأنا أتذوقه تقرض. طيب أسلم. نفسه شينه بس سمان. نكسه نفسه شينه بس سمان. بس سمان إيه مثل السمان الأغراض. ما بس سمان ها مثل النعيمي بحوض الددسن. الدوله النعيمي بحوض الددسن. الجيل الجديد ما يدري وش هو النعيمي ولا حوض الددسن. ما عمرك جريت لك ركبت لك نفسه شينه بس سمان. ايه مثل النعيمي بحوض الددسن. ما انت بلا ركبت لك نعيمي بسياره مو بي لكيع ما يجي ما يروح قدام ولا وراه. وشو ذا؟ ان جريته فرمل قوه وان تركته تدفع مال. سرعه. ان جريته فرمل قوه. نفسه شينه بس سمان مثل النعيمي بحوض الددسن. يا سلام يا سلام. ان جريته فرمل قوه وان تركته تدفع مال. والله اجاوب انا. لا جاوب جاوب تحت لها. اكتبوا بورقه. لا 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 جاوب يلا قلوها اللي انت قلتها. لا لا انا قلت انا الجلم. لا مو بالجلم. يقول نفسه شينه بس امان مثل النعيمي بحوض الددسن. احسن انك تقول سامان. السمان السمان اللي هو العفش. العفش عند الاردو. عند الاردو واغلب يعني منطقه الشرق يتكلمون بالسمان يقولون سمان. السمان الشرق واهل الامارات واهل الكويت واهل يعني. لا هذا نفسه شينه بس سامان. بس امان مثل النعيمي بحوض الددسن. إن جريته فرمل قوة. إن جريته فرمل قوة. وإن خليته تدفع مال. تدفع مال. كأني عرفته بس أدعه للمشاهد. لا 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 قله قله مرة. عرفته اكتبوا لي برسالة وارسله. أرسله بعد شوي. ها؟ أرسله برسله. ترسله لحلوه اللي بس. بس من خلال مجالسك ما شاء الله شخصيات المجالس عندك. كيف؟ سم؟ الشخصيات المجالس اللي قابلتها. وشي؟ شخصيات. قابلت انت شخصيات في مجالس؟ اي كثير كل يوم ما شاء الله انقاد. قصدك انواع الشخصيات؟ انواع الشخصيات. هنا عندي رساله بقراها مشاركه في الصدقه وجزاهم الله خير جمهورنا عبر السناب. يقولون فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى ماء يسقى واجر يبقى الدنيا دار الفناء. ما يتبقى لنا إلا الأعمال إلا الأعمال الصالحة ما تبقى فيها إلا القليل. تصدقوا ولو بريال لا تحقروا من المعروف شيئا. النقاط المحسن السبيعي من عبد العزيز القحطاني يستاهل محسن 100 نقطة. ما شاء الله تبارك الله. جزاه الله خير. ها قلنا نفسه شينه بس سمان. بس سمان مثل النعيمي بحوض الددسن. يا سلام. أهل الحلال يدرون عنه واللي عندهم حلال. إن جربته فرمل قوة وإن تركته تدفع مال. وبو منير يسأل يقول وش أنواع الشخصيات بمجالسنا؟ إيه
طبعا هذه فيها شيء من الطرفة، من الطرفة عطنا عطنا سبحان الله العظيم يتنوعون. أسلم. واحد مثل التونة لا فتحته لازم تنقط عليك زيت. يا سلام، لازم لها فتحته معه موضوع عجز تنتهي أنت وياه. طيب السماء، لا السماء يا مون خطأ، لا مو بالسماء. يا سلام. والثاني مثل بزبوزة الحرة الحنفية لا فتحته ولعت يدينك حار. يا سلام. هم بعد شوية يجي بارد، مثل اللي أول ما يدخل المجلس يهوش ما تدري وش يهوش عليه، هم بعد شوية يهدى. والثالث اللي قلت لك كالحين مثل غطاء مثل بلف الكاتم، ايه لا منه حمج ما الكاتم لا احتمى ما يبرد، وذا لا حمج ما يهدى. عجيب. واحد انت تلقاه بجنبك جالس ما تدري وين راح، مثل الريموت يختفي. انا جايب من عندي اربع ريموتات على الكنب ولا ادري وينها. عجيب. اي واحد يضيع منه الريموت وما يلزق به جوال كشاف، يبدا ابغى يدور وما لقاه واتصل عليه حتى يلقاه. اللي صعب جدا مثل مساحه ورق، اتحداك تعمل معه صح، تشغله تطفيها وانت تشتغل بعد شوي، ولا لما طفيت السياره بالليل وشغلتها الصبح ولا ما تدري منين جت. بعضهم مثله ما تدري شلون تعامل معه. هذا هم يا ابو ما شاء الله منيره. وش قلت يا ابو عبد العزيز؟ حل احد اللغز؟ ترى بسيط جدا، ليته ما يحل احد يفكنا الله من هالاربع. تقول هنا رساله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا والله ودي اني افوز املك شيء من المال اتصدق لامي الله يرحمها، بس احث المشاهدين على الصدقه واهدي زياد 200 نقطه وانا اتبرع عنك وعن من لا يستطيع التبرع وعن من يشاهدنا من خارج هذه البلاد ب100 ريال لجمعيه تكامل الصحيه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. ترى ننتظر الاجابات، ننتظر الاجابات مشاهدينا الكرام. الظاهر ان عندي السناب. نرجع مره ثانيه نقول يا جماعه ترى في جائزه كبرى قيمته مجموعه منتجاتي. يا سلام. اللي هو اللي يجيني على الجاكو، اللي على الجاكو الجاكو يبشر، اضيفوني على الجاكو وابشروا بهديه جوائز. جميل. ان شاء الله سحب. جميل. والسحب على جائزه كبيره جدا اللي هو البرنامج قيمته 390 ريال. يعني كل منتجات ابو فهد بتاخذها. اي و260. اجمع ابو عبد العزيز، اجمع ابو منيره. يقول هنا بنت الجزائر يا ابو فهد تقول تصدق ولو بالقليل تكون لك السعاده وصحه في الرزق والمال. ونقاط النجم متعب الرقعان يستاهل، متعب الرقعان اليوم خلطنا السوالف مع النقاط مع سحب من الجمهور، وعندنا بنسحب من الجمهور. نرجع لك ابو فهد، تسمح لنا ابو فهد؟ تفضل خذ راحتك. عشان عندنا الجمهور مشاركنا في التاج ل 500 نقطة لمتسابقين. فثواني بس، بسم الله دخلنا على التاج اليوم. طبعا البزنس 75 عبد العزيز القحطاني يقول العلي مناحي، وعلي مناحي الله تروح البديلة. عالم ناحي والدنابة، ونسلم عليه من هالشاشة، نقول له إن شاء الله أنك طيب وبخير يا عالم ناحي. بسم الله ناخذ من أول التغريدات. ما شاء الله تبارك الله. ها المحسن السبيعي 500 نقطة. ما شاء الله. المحسن السبيعي جمهور محسن يستاهل، ومحسن يستاهل. هنا سالم معدي، وكان معنا أمس سالم معدي ما شاء الله في في زياراتنا لجمعية تكامل ما شاء الله الصحية.
هذه عرض لحسين صحيح. الصيعري واقعية بلا حدود لحسين، ما عندنا حسين إلا واحد، بغيت أقول حمد حسين لحسين، هذولي ثلاثة دخلوا معنا في سحب التاج. ونرجع للسناب نشوف هل حل أحد، هل حل أحد اللغز؟ يقولون البنزين أو كفر السيارة. لا القرآن، ما شاء الله لا. ثلاث إجابات القرآن، ما هذا إجابات مجتهدين، تبين أكذب؟ يقولون حزام الأمان. سام حزام الأمان هنا، من اللي يقوله؟ واحد صح. ها صح. من أنت؟ ها واحد مرسل لي. ها واحد مرسل لي ما شاء الله تبارك الله. عطنا اسمه. هذا عبد الله العتيبي كرشمي، يسلم عليكم. عبد الله العتيبي تستاهل مبروك الجائزة. حزام الأمان وتستاهل الجائزة. اللي هو اللغز. أي حله اللي هو حزام الأمان. إيه لأن أكيد عنده حلال عبد الله العتيبي. عنده إيه. عنده حلال، لأن اللي عنده حلال يدري النعيم لا منه. فارمان. هنا العنود قالت استغفر الله واتوب إليه، ولا سجلت لا عنوان ولا شيء. هنا سبحان الله استغفر الله، ولا سجل اسم ولا سجل إلا العنوان. كم وصلك يا أبو فهد عشان نذكر اللي من عندك؟ إيه ترى أنا أكبشر وأرسل. والله ما أنا بختار منهم، طال عمرك لمن يشوف وش اللي صار. لا تختار، هذا اللي كلهم فائزين. لا تحتار، لا تختار ولا تحتار. وهذه أصلا طال عمرك أربع واثنى عشر وأربع وست عشر. كم المجموع؟ المجموع 22 طال عمرك. نبي نصل الثلاثين. خل حسبهم صحيين ويغطي عليه الرسائل. خليك تقضي. لا لا أنا عشان طيب قلت لي وقف وقف. فارمن. ها؟ يلا سجل يا مأمون. يلا. مؤيد. نقول بسم الله. أربع. ها. وخمسة عشر. ها. 19 وعشر. 29 وواحدة ثنتين ثلاث 29 وثلاث 32 خلاص توقف يا ابو خلاص. ايه؟ خلاص خلاص مرة واحدة بس واحدة بدل الضايع وقت بدل الضايع. كان ريماس محمد القحطاني مدينة أبها آخر واحدة رقمها 33 ها. طيب الحين بعد الأسماء كلهم. ايه؟ واللي كب شرط على العموم هو دخل معنا في السحب. بسم الله خلني أذكر الأسماء كاملة عشان نقفل الحلقة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أول واحدة فازت معنا شوش شيخ الحربي، فازت معنا قالت سبحان الله والحمد لله والله أكبر. وكذلك هنا أمواج الشهري سبحان الله العظيم، الجنوب النماص وارسلت رقم جوالها. وكذلك هنا حور العنزي الخفجي وارسلت رقم جوالها. وكذلك هنا عبد الله العتيبي الطائف الحلقة وارسل رقم الجوال. جميل. اها وين رحت يا الطائف؟ شلون كل مجموعة تجي لحالها يعني؟ بسم الله. ايه جميل. وكذلك هنا مون من يبين النظارة الحين الخط صغير. هنا المنطقة العيس سبحان الله وبحمده منيرة عبد الله من العيس. وكذلك هنا سبحان الله وبحمده أم عبد الله الرياض. أم سلطان المدينة أملج سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لا إله إلا الله ندى الشهراني بيشة. احسب العشر الأوائل هنا الهاجري. الصدقة دائما تطفئ غضب الرب ويكون في ظل صدقته يوم القيامة. المنطقة الشرقية وارسلوا رقم الجوال. وسبحان الله واستغفر الله واذكروا الله ولا تنسوا الصدقات. الاسم خديجة مطير المدينة المنورة. طبعا
وصلنا العشر ولا لا؟ الرقم الجوال العشر الأوائل وصلنا العشر. هل جان الحين جانا أنا جايك بالترتيب 33 إيه؟ هل جانا بأخذ منهم عشرة العشر الأوائل ما تأخذ منهم العشر الأوائل إيه هم العشر الأوائل نعم جو فارد العشر اللي بعدهم قلنا حنة وش الأغلى حنة الحنة كلهن وإيه الحنة 125 يلا الحنة ثم الثلاثة عشر الأخيرة سدر نعم. زين والعتيبي عبد الله عتيبي اللي هو اللغز نعم. اللغز ياخذ باكج خذ باكج وهالحين أنت يا سلام هنا خطاب الأشول الاسم خديجة عبد ربه المدينة المنورة وأرسلت الرقم وهنا أم سعد من المدينة المنورة أهل المدينة متابعينا واجد حياكم الله يا أهل المدينة وجميع الدول لكن مدينة رسول الله لها وقع ومحبة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا صلاة في مسجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفي بيت الله الحرام سبحان الله العظيم وأرسلت رقم الجوال الأحساء الهفوف الحمراء وسن القحطاني ورقم جوالها عبد الرحمن عيد العتيبي الطائف الحلقة الغربية رهف الرشيدي من حفر الباطن أم معوض وكذلك هنا أم دانة الهدار وكذلك هنا سبحان الله بحمد صلى الله عليه وسلم سعيد القحطاني الرياض والخليل بن محمد الأشول خليل محمد الأشول كذلك سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم وعندنا كذلك هنا 11 شخص في المجموعة الذكر الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر عمشة الأسلمي الرياض وهنا استغفر الله فهد عيد وهنا محمد العتيبي الطايف ورقم الجوال سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم أم أمواج الجهني ربيعة الجهني وكذلك هنا أم الغلا من الدوادمي ورقم الجوال وتقول الله يكثر من أمثالك أفضل مقدم ونستفيد من برامجك النافعة وجزاك الله خير يا أبو فهد طيب أم غلا الدوادمي وكذلك هنا فاطمة من ينبع وتقول سبحان الله وبحمده وكذلك هنا لا حول ولا قوة إلا بالله من سمحة أم نواف الطايف وكذلك ضحية أضحية ولا ضحية أضحية أم سلطان المدينة الخرمة وكذلك سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم عيد الجهني أملج وأستغفر الله الطايف وهنا أم طارق من ينبع البحر وكذلك هنا الصدقة تطفي غضب الرب شريفة المالكي همس الغروب والزهراني اللي هي صالح الزهراني الباحة وكذلك محمد الريماس محمد القحطاني أبها ورقم الجوال وقل مثل ما ذكرنا لكم التوصيل عليكم العشر الأوائل أخذوا زيد جوفارد ثم بعده العشر اللي بعدهم الحنة من منتجات أبو فهد وبعدها العشرة الثلاثة عشر الأخيرين اللي هم أخذوا على السدر والتوصيل عليكم وصلنا إلى ختام هذا اللقاء ونقول في خاطرك شيء أبو فهد؟ إيه بقول كلمة تفضل أبو فهد رجاء أنا جان رسائل كثيرة حقيقة على الواتس ترى برد على كل واحد اللي ما رد عليه اليوم ما رد عليه بكرة لأني أتابع يعني رسالة لا تضيق صدوركم وإن حصل ما تتصلون واتس لأنه يلخبط اتصال الواتس وارجع أكرر أقول لكم جائزة الجاكو قيمته 1089 ريال جائزة واحدة كل منتجاتي اللي هو يجين على الجاكو يضيفا بالجاكو ويجي إن شاء الله الأسبوع هذا طبعا بحدد لكم اليوم تلقونه على رسالة بالجاكو التحديد متى أبدأ البث للسحب الجوائز بيض الله وصلكم جزاك الله خير هنا من الرسائل اللي جتنا ما شاء الله الرسائل كثيرة وسامحونا لو ما قرينا رسائلكم الهاجري هنا يقول الصدقة تطفئ غضب الرب
ونسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم يا مشاهدينا الكرام. الله الله بالصدقة. وتقول أهدي النقاط للصلف المري، يستاهل الصلف المري 100 نقطة. وصلنا إلى ختام هذا اللقاء، ولا يسعنا إلا أن نقول لكم إن كان من توفيق ومن صواب فهو من عند الله سبحانه وتعالى، وإن كان من خطأ ومن نقص من تقصير فهو من نفسي والشيطان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا الزلل ونتجاوز عنا، وأن يجبر لنا التقصير. في أمان الله إلى لقاء آخر. سلام عليكم. ولو انها تتعبني عشقا.